داركنا أنت يا رب النعم اجعلنا أغصانا مثمرة في الكرمال في الكرمال نحمل الرجاء وحب السماء فكلنا شركاء في الكرمال في الكرمال نرفع الصلاة لمليك العلا فهو رب الحياة الكرمال اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناه الكارما في كل مكان وحلقه جديده من برنامج الكارما مباشر. الحقيقه حلقه النهارده هتهم كل مؤمن لان احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الحرب الروحيه. هل هناك فعلا ما يسمى بالحرب الروحيه؟ واذا كانت موجوده فمين هم طرفيها؟ وايه موقف المؤمن في الحرب ديت؟ وهل هو وسط الحرب ديت وكانه قشه في مهب الريح؟ ولا هو قادر ان هو يكون فعال في الحرب الروحيه ديت ويكون جندي متسلح باسلحه مهمه جدا. النهارده هنتكلم عن الموضوع دوت وهنتكلم عن سلاحين مهمين جدا في الحرب الروحيه ديت هما سلاحي الشكر والتذمر في الحرب الروحيه. يشرفني يكون معايا النهارده في الاستوديو القس ماجد عدلي مدير كليه اللاهوت الرسوليه بالاسكندريه. اهلا بحضرتك جناب القسيس. اهلا يا انجي، مرحب بيكي ومرحب بالمشاهدين. نشكر رب من أجل الكارما ومن أجل أخ صمويل وكل القائمين عليها ومن أجل الكارما مباشر، وربنا يباركك ويبارك الأخت ليديا ماهر وتشجيعها وتشجيعكم، ربنا يبارككم وربنا يدينا وقت طيب. أمين أمين. الحقيقة أحب أبدأ مع حضرتك في بداية الحلقة خالص قبل ما نبدأ، ممكن ترفعنا في طلبة صلاة أمام الرب من أجل المسحة اللي تكون موجودة من أجل الرسالة. أبونا السماوي، إحنا موجودين قدامك يا رب، مش مجرد شو، مش قدام شاشات تلفزيون، لكن يا رب إحنا في محضرك، أنت موجود في وسطينا، وأنت يا رب اللي تقود كلامنا بمسحة عشان يا رب كلامنا يكون فيه رسالة حقيقية تخرج من قلبك لقلب كل شخص بيسمعنا، كل شخص بيشاهدنا في كل مكان، كل شخص بيشاهدنا بأي وسيلة. يا رب ارفع من حياتنا كل تذمر، ودينا يا رب سلاح الشكر، ودينا يا رب ان احنا نكون لا نعطي ابليس مكانا ولا نمنحه سلاح التذمر يحاربنا به. فالشكر يا رب هو سلاح قوي نقاوم به عدو الخير، والتذمر سلاح بيستخدمه الشيطان ضدنا. من فضلك احمينا جوه هذه الحرب، ودينا اننا نكون في ملء مشيئتك كل ايامنا في اسم المسيح. امين امين امين. احب ابدا مع حضرتك بإن احنا ندي نبذة سريعة للمشاهد عن إيه هو مفهوم الحرب الروحية، يعني هل هناك فعلا حرب روحية وإيه مفهومها، قبل ما نبدأ ندخل في التكلم عن أسلحتها. الحرب الروحية من البداية، والحرب الروحية موجودة من ساعة ما بدأ إبليس اللي هو كان ملاك وسقط، وبدأ يقاوم الله، بدأ عايز يرفع كرسي فوق كرسي العلي. من هنا بتبدأ أن يكون في عايز يعمل مملكة قصاد مملكة الله. من هنا بدأ الصراع، من هنا بدأ ان إبليس عدو الخير بيحاول يثبت هذا الصراع بانه يكون هو كمان عنده مملكة، هو كمان يكون عنده مملكة، وهذه المملكة روحية. فاحنا بنقول الحرب الروحية، احنا بنتكلم عن الحرب الروحية اللي بين مملكتين، مملكة النور ومملكة الظلمة. فبنتكلم عن انها حرب روحية، بمعنى ان إبليس ما يقصدش الإنسان بقدر ما هو بيقصد الله نفسه اللي هو خالق الإنسان. فإبليس مش عارف يوصل لربنا، بيحاول يوصل للخليقة بتاعته علشان خاطر يكون بينتصر وبيظن أنه بينتصر. فدي الحرب الروحية باختصار، هي حرب بين قوى روحية بين الله والشيطان. طبعا حاشا أن يكون الشيطان معادل لله، لكن ده اللي بيحاوله الشيطان، فبنسميها حرب روحية. ده معناه أنه بما أن في حرب روحية موجودة يبقى بالتأكيد في أسلحة، طبعا كل طرف من الاثنين يقدر يستخدمها. تمام. نقدر نقول بشكل سريع ايه نوعية الأسلحة، او على الأقل خالص اللي هيكون موضوع حلقتنا النهاردة فيه اللي هو سلاحي الشكر والتذمر في الحرب الروحية، نقول نوعية الأسلحة اللي من طرف مملكة الظلمة ونوعية الأسلحة اللي من طرف مملكة النور. المؤمن بيملك سلاح الشكر، المؤمن بيملكه.
لو جينا مثلا المشاهدين واحنا بيشاهدونا ممكن نفكر، اول تفكير هو يا جماعه كل حاجه تقولوا لنا حرب روحيه، احنا زهقنا، يعني تقولوا لنا على كل حاجه حرب روحيه، تقولوا لنا على الواحد يبص بعينه ودي حرب روحيه، الواحد يتكلم بلسانه ودي حرب روحيه، اتخنقنا من كميه الكلام عن حرب روحيه حرب روحيه حرب روحيه. لا انا عايز بس المشاهد يبقى فاهم، احنا اليومين دول خارجين من عيد الشكر، اتكلمنا كتير عن الشكر وسمعنا كتير عن الشكر، فالشكر هو سلاح قوي جدا ضد عدو الخير، وبنفس الطريقة برضو التذمر سلاح قوي جدا ماسكه الشيطان ضد المؤمن وبيستخدم فيه المؤمن، فهو يعني هو مش اكتر ان هو بيستخدم الظروف عشان يقود المؤمن في التذمر. من الشواهد الكتابية الواضحة قوي في القصة دي، عشان برضو المشاهد يبقى فاهم ان احنا بنتكلم من كلمة الله، وانا دايما بشجع الناس اللي بيسمعونا سواء في الوعظ او في التي في ان اوعى تعتمد على حاجه مش موجوده في كلمه الله، اوعى حد يقول لك اي كلام اساله، او اي حد بيقول لك اي فكر اساله دي موجوده فين في كلمه الله، تقوليش وبس ما تقوليش افكارك. فالحرب الروحيه بين التذمر والشكر موجوده فين في كلمه الله؟ موجوده في ايه غريبه قوي ان الناس بتمر بيها مر الكرام كده من غير ما تاخد بالها منها. الايه موجوده في مزمور 8 وعدد عدد 2 بيقول كده، أو ممكن نقرأ من عدد 1، مزمور 8 عدد 1 بيقول: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، ده الحمد والشكر، حيث جعلت جلالك فوق السموات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو وممتقم. لو ركزنا شوية في الآية دي هنلاحظ حاجة، هنلاحظ إن هنا رجل الله بيقول داود من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا، ده التسبيح ده الشكر ده الحمد للرب. بيقول ليه أسست حمدا؟ بيقول إن ده حصل بسبب أضدادك. يعني بسبب أضدادك؟ بسبب العدو، بسبب أعدائك، لتسكيت عدو ومنتقم. بمعنى إيه؟ بمعنى إن السلاح هنا موجود للحمد، إن الحمد بيسكت إبليس، الحمد يخلي إبليس يسكت. يسكت عن إيه؟ يسكت عن كل كلمة، عن كل حلم، عن كل قرار بيحاول ياخده ضدي، يسكت إبليس. لكن التذمر يعمل إيه بقى؟ التذمر يعمل العكس، الكلام اللي عايز يقوله إبليس عليا وعايز يعمله على حياتي بيعمله على حياتي. فهنا التذمر بيستخدمه إبليس ضدي بأن هو الكلمة اللي عايز يقولها على حياتي بيقولها، وبياخد ثغرات في حياة المؤمن بسبب التذمر. الشكر بيسكته، عشان كده هو جايبها في الترجمة بيقول إن أنت عملت لنا الدرع، احنا كنا انت كنت التشيلد بتاعنا. يعني الحمد ده عباره عن شيلد، عباره عن ترس، بالظبط ترس يحمينا من كل سهام ابليس. فتخيلي بقى لما يكون الحمد ده ترس في حياه المؤمن، زي ما بيقول في الاسلحه الروحيه ان في ترس اسمه ترس الايمان. فترس الايمان هو ان انا مآمن ان كل حاجه بيعملها الرب انا بشكره عليها وبحمده عليها، فهذا الايمان هو ترس. فقال له من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا، فانت عملت لنا الشيلد ده، عملت لنا الشيلد ده الترس ده. فيجي ابليس يحاربنا ما يعرفش يوصل لنا. ليه؟ لان احنا بنقدم الحمد والشكر للرب، فالرب محافظ في حياتنا على هذا الترس. نيجي بقى للتذمر تلاقي ان ابليس بيقوم كانه ده بيختفي، الشيلد ده الترس ده بيختفي. فتخيلي واحد بيحارب من غير ترس، فبكده ابليس بيقدر يكون بيقاومه وبينتصر عليه. تمام، يعني ده معناه انه نقدر نقول ان المفهوم الكتابي للشكر ان هو الاحساس العميق بنعم الرب. نعم صحيح. وان هو مش مجرد يعني مش مجرد فضيله انا بحاول اكون بخليها تكون موجوده في حياتي انا كمؤمن، انما هو سلاح، وسلاح معطى ليا، ولازم انا اكون فاهم انا امتى استخدمه وازاي استخدمه. بالظبط بالظبط. يعني لو جينا نقول الشكر كسلاح، يعني ايه هو الشكر؟ يعني مفهوم الشكر، تعريف الشكر، مش لازم كل حاجه نديها تعريف بس لغوي وبس، لكن خلونا نبقى فاهمين ان الشكر من خلال الانسان الشاكر. شكله ايه الانسان الشاكر ده؟ الانسان الشاكر هو شخص متواضع قلب، هو شخص قنوع، هو شخص فاهم دور الله في حياته ومقدر العمل اللي الله بيعمله في حياته. هو شخص قادر يطلع بكونكلوجن في كل مواقف حياته ان ربي بيوظف كل موضوع للخير. الشكر مثلا في حياة يوسف، فيوسف
لو قدرنا نحدد قوي يوسف شكر من أجل إيه؟ يوسف شكر من أجل القصد الإلهي اللي معرفش يقتنصه إبليس بسبب إن هو كان خالي من التذمر. فحياة يوسف كانت خالية من التذمر. حصل اللي حصل في حياته، ما جاش قال له ليه يا رب، ما جاش قال له أنا متضايق يا رب، لكن كل حياته كانت ماشية بالشكر، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح. فكان الترس ده محاصره جوه خطة الله. في الآخر خالص طلع بالتقرير ده، قال لهم أنتم قصدتم بي شرا، أما الرب فقصد به خيرا. والهاء هنا ضمير مستتر تقدير، وهو عايدة على اللي عملوه الشر اخواته، اللي هم وعايدة على الشر اللي عملته مرات بوتيفار واللي عملوه الناس. الرب راح واخد كل ده موظفه للخير. عشان كده احنا بنشكر الرب على شخصيات شاكرة زي كده، وبنشكر الرب من أجل إن الرب بيعطينا الإدراك اللي بيه إن احنا يكون عندنا القناعة لصلاح الله اللي تخلينا نكون بنشكر الشكر اللي حصلنا من سهام إبليس. امين. باسم يسوع. طيب لو حبينا نتكلم عن الاولويات، اولويات الشكر، هل في اولويات للشكر؟ يعني هو بولس الرسول كان بيقول إن في عطية لا يعبر عنها اللي هو يسوع، ان الله الاب اداني يسوع. مشكله كبيره قوي هي مشكله الفداء، كانت تتحل ازاي لو ما كانش يسوع جه؟ يعني عندنا مشاكل كتير يوميه ناس بتتذمر عشانها، لكن الناس ناسيه يسوع، عطيه الفداء، انه احنا ما سالناش، ما طلبناش، الانسان ما طلبش، ما جاش ادم لما سقط راح قال له ايه، طب ابعت لي حد يفديني خالص. لكن ده كان وعد الله في سفر التكوين ان نسلك يسحق راس الحي. فاحنا بنشكر الرب من اجل عطيته التي لا يعبر عنها، دي عطيه العطايا. يعني كان اعظم عطيه ان هو اداني يسوع. بعد ما اداني يسوع التعليم بيقول الذي لم يشفق على ابنه بل منحه لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء؟ فهو بيهبنا معه كل شيء. عشان كده لازم ابقى فاهم ان اول شكر اشكر الرب عليه هو عمله الفدائي. اشكر الرب من اجل امور روحيه، اشكر الرب من اجل الحياه الابديه، أشكر الرب من أجل العلاقة الشخصية اللي بيني وبينه، أشكر الرب كابن لله إن أنا اسمي مقترن مع الله، إن أنا ابن لله، إن أنا بتكلم بكلمة الله، إن أنا أقرأ كلمة الله، إن أنا أحيا حياة الله، إن أنا أحمل روح الله، إن أنا أشعر بقيادة الله. هذا الاقتران الشخص الفاهم بس هو اللي بيشكر. الشخص اللي فاهم الاقتران ده، الشخص المختبر، الشخص المستمتع بيه، بيبقى فاهم إن هو مش فارق بقى ولا معاه اي حاجه ارضيه، لكن فارق معاه قوي الامور الروحيه الابديه، فقادر يشكر ربنا عليها كبادئ ذي بدء في الشكر. لفت نظري دلوقتي انه حضرتك بتقول الشخص اللي قادر يستمتع بيه، اي يستمتع بالشكر، ده معناه انه في نتائج بتعود على المؤمن نتيجه الشكر اللي هو طبعا بيمارسه. ايه هي النتائج؟ طبعا يعني لو قلت مثلا ان في معنى لغوي للشكر، ان الشكر بيتكلم عن ان هو الاعتراف المندهش للشخص المعترف بالجميل، إنه كل حاجة بيشوفها في الطبيعة، بيشوفها في حياته، بيشوفها حتى في السيلز بتاعته، في الأورجنايز بتاع جسمه، شخص معترف بالجميل لله. فأول نتيجة للشكر هو الاعتراف بالجميل، إن أنا شخص بحيا وأنا معترف بالجميل. اللفظ العبري بيسميها تودا، بيوازيه كلمة في اللغة العربية اللي هي شكرا. في لفظ تاني بيسميه، يعني بيقول باروخ أدوناي، بيقول مبارك الآتي باسم الرب. لما يقول مبارك فكأني بقول أنا بشكر الرب، أنا ببارك الرب، أنا بقول إن ده مبارك الرب. فهو شخص لسان حاله في الشكر هو دايما يعترف بالجميل، لسان حاله في الشكر هو بيبارك الله، لسان حاله في الشكر قادر يوصل للكلام ده. ف لو قدرت اقول انه ان في شكل جميل للشكر، ان هو شخص قادر يكون بيبارك ربنا وقادر يكون بيعترف بالجميل لربنا، فبالتالي قادر يكون بيحمل هذه الفوائد. ايه هي؟ انه لو قلنا مثلا انه هيحمى من حرب ابليس، ده اهم فايده في الحرب الروحيه هي الحمايه من حرب ابليس. تمام. يعني منطقي جدا انه طبعا طالما انه المؤمن بيتسلح بسلاح معين وبيدخل فيه في حرب روحية، إنه بيكون في نتائج عايدة عليه. لكن يا ترى نفس
الأمر ده، يعني نفس مبدأ الشكر هنا وهو والمؤمن بيمارسه، هل في نتائج عايدة منه على الله؟ هي عايدة على الله وعايدة على الإنسان أكيد طبعا. يعني مثلا في رأي الطب مثلا، في رسالة اسمها رسالة هارفارد للصحة العقلية، بتقول أن الأشخاص الشاكرين هم دائما أكثر سعادة. فالشكر يساعد الشخص أن يفكر بإيجابية حيث يتمتع بحياة فرحة، يعني عم بالصحة أفضل، ويواجه الصعاب ويبني علاقات قوية مش بس بالله. فهنا عايد عليه أنه شخص لما يروح ينام ينام، يلاقي نفسه هينام، مش هيلاقي نفسه عمال يفكر دي جات دي ما جاتش، دي جات تعبان عند غيري دي قدام. ما جاتش عندي، فهو هيبقى شخص تعبان. لكن لو قلت مثلا ده رأي الطب في الشكر، انك هتبقى عندك احساس بالرضا، احساس دائم بالرضا. الكتاب المقدس بيتكلم مش بس عن صحة نفسية وعاطفية، لكن بيتكلم عن صحة روحية، بيتكلم عن شخص قادر يوصل لأن هو له علاقة جميلة بالله وله علاقة بالناس. أما يقول مثلا في تسالونيكي الأولى 5:18، اشكروا في كل شيء لأن هذه هي إرادة مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. إن احنا بنشكر في كل شيء، لو شكرت في كل شيء أقدر أوصل للمستوى ده. كلمة الشكر في حد ذاتها وردت 136 مرة في الكتاب المقدس. فدي نعمة من الرب، حتى إن دي أولويات النعمة في العهد القديم اللي بيها كان في أشخاص في الكهنة مسؤولين عن الشكر والحمد والتسبيح من الكهنة. الرب قاد نحميا وهو بيدشن الهيكل، قاده لأن هو يقدم حمد وشكر. ودايما الكتاب المقدس لو قلنا من أهم الأمور اللي بتعود على المؤمن في الشكر هو النصرة في الحرب الروحية. بولس يقولها بصراحة، لكن شكرا، لكن دي بعد ضغط في الحرب الروحية، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرتي في المسيح كل حين. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح في كورنثوس الأولى 15. عشان كده لو قلنا إن هل الله بيبقى مبسوط من هذا الشخص الشاكر، كتير قوي من الآباء يقول له اعمل كذا عشان اتبسط منك، وكأنه إيه، كأنه لو عملش كذا مش هتبسط منك. الله على طول الخط بيفرح بابنه، بيفرح بولاده. لكن سرور قلب الله مبني على مش مجرد الشكر، ناخد خطوة قبل الشكر اللي هي ايه، العلاقة الفاهمة، علاقة مؤمن فاهم. فانا بشكر ليه؟ انا بشكر عشان فاهم. يعني انا ممكن مثلا احرم ابني من حاجة معينة، بس هو يجي يقول لي ايه، شكرا يا بابا انك عملت كده لان انا فاهم انك بتعمل ده لمصلحتي. فهو شكر مبني على الفهم مش شكر وخلاص. فاحنا الشكر المسيحي اللي بيعود فعلا لراحة راحة عند الله وراحة نفسية عند المؤمن، وإن الله بيفرح بهذا المؤمن الشاكر إنه فاهم. في ناس للأسف شكرها على مستوى اللسان، يعني هي بتشكر باللسان بس قلبها مولع من جوه. فمثلا تقول طب أنت بتشكر، أنت جواك فعلا شكر؟ يقول لك لا، ده أنا هولع من ربنا. هو يعمل كده ليه؟ أنا هولع منه أصلا. لكن ده كبير، ده الكبير، إزاي نقول إيه؟ ده الكبير، إزاي نقول له غير كده؟ فيبقى هو في قلبه متذمر يحمل كلمات شكر بس هو هيولع من جوه. وده بعد شوية بيقوده للإلحاد، يعني إنه بيسيب ربنا وبيتضايق من ربنا وبيقوده للإلحاد، دي كارثة. طب ده بيكون نتيجة إيه؟ يعني هل بيكون خوف من هم الوعاظ، ربنا يسامحهم شوية منهم، علموهم إن أوعى تقول كلمة وحشة في حق ربنا. أوعى زي العهد القديم ما كانوش يقدروا يقولوا لفظ الله في أماكن مش مقدسة، فكان يقولوا مثلا أدوناي. إحنا عندنا الفكر المسيحي المتطرف المتدين يقول أوعى تقول ربنا انا متضايق، لا انا اقول لربنا انا متضايق عشان اوصل للشكر. اقول يا رب انا مش فاهم انت عملت ده ليه، ممكن تفهمني؟ اقعد مع الرب والرب يفهمني. فيبقى هنا الشكر بتاعي على مستوى القلب. فايه اللي بيفرح قلب ربنا؟ ايه اللي يعود على الله في حاله شكري؟ هيعود على الله بالرضا وبالفرح، ان قلب الرب بيفرح لو المؤمن ده فاهم، مش بيقول بس، يعني مش بيقول شكرا، لان ربنا لا يطرق بكلمات. يعني ربنا مش هيقعد نقول له ايه، الله يا رب انت عظيم يا رب، يعني مش نازلين نشجع ماتش كورة، ده ربنا بحاله، ربنا فاهم القلب، فاحص القلوب ومختبر الكلى، فهو فاهم إن كنت فعلا بشكره كده ولا لا. فعايز أقول إيه اللي يفرح قلب ربنا؟ الشكر يفرح قلب الرب، بس لما يطلع من المؤمن فاهم هو بيشكر ليه. طب المؤمن يبقى فاهم إزاي؟ يبقى فاهم لما يقعد قدام الرب يفهم هو اللي حصل ده حصل ليه. ولو الرب بيخبي عنه حاجة معينة، على الأقل هو فاهم، بيبقى فاهم إن الوقت ده مش فاهم ربنا عمل ده ليه.
فاهمه معايا؟ يعني ان انا ساعات كتير ما بقاش فاهم ربنا عمل ايه، ومش فاهم هو عمل ده ليه. يعني بس اسباب، يعني فكره ان الانسان لازال بيبحث عن اسباب منطقيه لكل شيء، بالرغم ان في اوقات الرب ممكن يسمح بامور معينه في حياه الانسان ما يقدرش يفهمها. ما يقدرش يفهمها الانسان، لكن يبقى على الاقل زي بطرس، الرب قال له لست فاهم انا صانع، قال لك انك ستفهم فيما بعد، في مستوى معين هيخشه هيبتدي يفهم. فعلا بعد الصليب والقيامه وحلول الروح القدس ابتدى بطرس يفهم هو الرب بيعمل ايه. فقال له انت مش فاهم دلوقتي، بس خليني اعمل كده، لكنك ستفهم فيما بعد. فانا ممكن في امور كتير ممكن اكون مش فاهمها، بس فاهم من صلاح الله ان هو بيعمل ده الخيري، وهفهم بعدين، ان انا بعدين هفهم. بس ابقى فاهم ان ربنا دلوقتي عايزني مش فاهم، مش ان انا عندي مشكله في الفهم. انه انا دلوقتي فاهم ان انا مش فاهم، ومش فاهم صح، لاني مش كل حاجه لازم اكون بفهم. الله مش ديكتاتور، لكن الله بيحب الانسان اللي يقعد قدامه فيقول هلوم انا تحاجج يقول الرب، ناخد وندي. لما يقول كاتب المزمور استيقظ لماذا تتغافى، كلمه لماذا تتغافى كانه بيشتم ربنا. لا، ربنا ما زعلش، لا خليني افهمك. فعشان كده انا بنصح المشاهد لو عندك حاجه مش فاهمها وعملها معاك ربنا من فضلك، اقعد قدام الرب واهدى، ولو الرب عايز يفهمك دلوقتي هتفهم، لو مش عايزك تفهم هتبقى فاهم انك دلوقتي مش فاهم، لكن ستفهم فيما بعد، وخليك مع الرب لغايه النهايه. امين. يعني مهم جدا ان المؤمن يكون في امانه بينه وبين نفسه، انه حتى وهو في علاقته مع الرب وهو في خلوته الشخصيه انه يكون كاشف مشاعره قدام الرب. يعني ما اخشش للرب وكاني انا كل حاجه تمام معايا بس انا من جوايا في وجع. لا يعني الرب ما عندوش اي مشكله انه انا اجي واقول له انا تعبانه من النقطه ديت، من فضلك فهمهاني. صح. طيب حابه ان انا يعني افهم برضو المعنى الكتابي للتذمر. لو قلنا ان التذمر كخط عكسي للشكر، يعني ما هو ليس شكر هو تذمر. التذمر ده المستويات. فالتذمر كمعنى كتابي، يعني لو قلت مثلا في شخص مش قابل اللي بيعمله ربنا، وساعات اللي بيعمله ربنا ممكن تبقى بعض الامور البسيطه زي ايه، مثلا واحد طلب من الرب حاجه معينه الرب ما عملهاش، صلى من اجل شفاء معين والرب ما شفاش، صلى من اجل طلب معين والرب لسه ما اداش، اسره بتصلي من اجل نسل والرب ما اداهاش لسه، حد بيصلي من اجل رزق معين، حد بيصلي من اجل سياره من اجل بيت ولسه الرب ما ادالوش، حد شاف ان الرب ادى غيره ما ادالوش، فده بيعمل حاجه اللي احنا بنسميها الكومبلينت، انه شخص مش راضي مش عاجبه اللي بيحصل، شخص مش عاجبه بتوصل العمليه بسنه سنه واحده واحده خطوه خطوه لغايه ما يقوم سحبه ابليس من محضر الله ويوصل للمستوى ده من التذمر. عشان كده الكتاب لما بيتكلم عن ما هو عكس الشكر اللي هو عدم الرضا، تذمر، انا مش عاجبني اللي بيعمله ربنا، عدم الرضا. ده معناه انه ممكن للحظه معينه المؤمن وهو في ضعفه يعتقد او يفتكر وكان الرب غفله في الموقف ده، او ما كانش قادر انه يتصرف في الموقف ده. هنرجع مره تاني جناب القسيس، بس اسمح لي نطلع فاصل ونرجع مره تانيه. مشاهدينا، بما ان احنا بنتكلم على قدره الرب فاحنا هنطلع نتفرج على ترنيمه رائعه اسمها يسوع قادر. انتظرونا بعد الفاصل. يسوع قادرون، يسوع قادرون، يلمس كل المحتاجين، يفرح المسكين، أؤمنوا بسلطانه، تخرج من عقوبات لي، وأكون صحيحا بمجدي. صحيحاً بمجدي
يسوع قادر، يسوع حاضر، يلبس كل المحتاجين، الفقير والمسكين. خبز البنين صار لي حمل عالي أوجاعي، إن أسست شخصه القدير غير المستطاع يصير. بيكم أعزائي المشاهدين مرة تانية بعد الفاصل، وشفنا يسوع قادر، يسوع حاضر، هللويا ليه المجد. وعشان كده ما سابش المؤمن أعزل، لكن في حرب روحية، لكن الرب اداله جميع الأسلحة اللي يقدر أنه يتسلح بيها. ليه؟ لأن ليه النصرة. وليه ليه النصرة؟ لأن النصرة في المسيح. مجدا للرب. أرجع لنفس النقطة اللي كنا بنتكلم فيها جناب القسيس، وهي نقطة التذمر. للأسف في ناس كتير ممكن يكون في حياتها تذمر، بالرغم من أن الرب أغدق عليها كتير من النعم. مش ده صحيح؟ مظبوط. طب المشكلة هنا فين؟ هل هو ما تعودش أن هو يشكر؟ لأنه استحالة يكون الرب ما أغدقش عليه بنعم، لكن ممكن يكون هو يعني هل شخصيته أصلا كده، ولا هل الأمر أصبح عادة عنده؟ هو فعلا تذمر عند بعض الناس عادة ذهنية، يعني بتلاقي ان مهما يكون عنده عادة ذهنية. يعني مثلا في قصة بتحكي مثلا عن ولد، كل ما امه تحط له اكل يقول ايه الاكل ده، فمثلا تقول له ده اتفضل كل، يقول لها ده فليه، سمك فليه، كل يوم سمك فليه، تقول له لا ده فراخ بانيه، يقول لها كل يوم فراخ بانيه. بمعنى ان هو مش فارق معاه ده سمك فليه ولا فراخ بانيه، المهم فارق معاه يتذمر ان هو مش عاجبه، بس هو لسه مش عارف ده ايه، هو بيتذمر قبل اصلا ما يعرف ده ايه. ففي ناس عندها هذا التوجه ان لسه انا مش عارف ربنا هيعمل ايه،
بس يقول لك هو تلاقيه اصلا مش هيستجيب، هو تلاقيه اصلا مش هيسمع، هو تلاقيه اصلا هيبص لغيرنا مش هيبص لنا، هو عنده هذه العاده دي. الخطوره هنا في ايه بقى؟ الخطوره ان لو رجعنا لاول حرب موجوده مع الانسان في ادم وحواء في الجنه، كان مشكله الشيطان المسبقه من ان هو كان ملاك وسقط كان فكره الاستقلال عن الله. كان فكرته اللي قدمها برضو لآدم وحواء هي فكرة برضو الاستقلال عن الله. بإيه؟ هل حقا قال الله؟ هو بجد ربنا بيعمل كده؟ هو ربنا ممكن يعمل كده؟ فهاي الفكرة دي بتقوم سحب الشخص بعيد عن الله. فبتبتدي بإيه؟ بتبتدي بفكرة استقلالية عن الله. بتبتدي فكرة تذمر ضد الله. إنه ليه يقول لي كده؟ إنه ليه مش عايزني كده وعايزني كده؟ فتبتدي بفكرة إنه لأ أنا كأنه بالظبط عايز أقول حاجة بستقبلها من ربنا على الهوى، يعني كأنه بقوله ربنا إيه؟ بصراحة يا رب أنا معاك مش هحقق أحلامي، فخليني مع نفسي. وهو ده بالظبط، يعني كأنه أنا متذمر على الإدارة، يعني أنا مع الإدارة دي مش عارف أحقق اللي أنا عايزه. وأعتقد أن ده برضو في حد ذاته دليل على أن أنا جوايا مش واثق أن الرب رايد الصالح ليا، وانه افضل ما يمكن، وانه ممكن يعني افضل ما يمكن هيعمله لي. انا شايف ان ممكن تكون خطتي انا لنفسي اصلح من خطه الرب بالظبط. وهي العلاقه اللي بين الشخص ده والله علاقه دينيه مش علاقه روحيه. لما تكون في علاقه روحيه خلاص انا فاهم انت بتعمل ايه، لكن دخل الشيطان وفصل الانسان عن الله وبدا يحط في دماغه حاجات ان انت مع نفسك احسن، انت مع نفسك احسن، زي اتنين مثلا شركه فيجي يقول لا لا انا طول ما انا معاك مش هكسب، انا مع نفسي احسن. فانا تحت اداره الله بتزمر ليه؟ بتزمر لان الشيطان اقنعني ان لا مع نفسي احسن او مع الشيطان احسن. فيجي مثلا واحد بسمع كراعي الالفاظ دي يقولوا لي ايه؟ تعرف يا قسيس ده الناس اللي ماشيه في الخطيه بتقتل وتسرق وتزني احسن مننا. ايه طب شوف فلان عنده ايه وشوف فلان عنده ايه. فبص لي هو عنده عاده ذهنيه، بمعنى ان ابليس نجح فعلا في ان يخليه يستقل عن الله. ده اللي حاول يعمله مع ابليس، ده اللي عمله اصلا مع نفسه ان هو يستقل عن الله، بمعنى باللفظ اللي هقوله اللي بستقبله من ربنا زي ما هو كده، ان انا حياتي مع نفسي احسن من حياتي معك. فانا هعرف ادير نفسي احسن من انت تديرني. فهو عباره عن ايه؟ عباره عن رفض كامل لقياده الله. فان انا لا انا مش عايزك تقولني، انا مع نفسي احسن، لان انا شكلي كده طول ما انا ماشي وراك انا هقعد اعيا وامرض واتعب وافقر، وفي الاخر خالص تقولي هتروح السماء، لا انا عايز الارض كمان. فانا هتعب، فعشان كده انا بستقل عن الله. في كمان من العادات الذهنيه في التذمر هو السخط على الواقع وعدم الرضا. يعني ايه؟ يعني مثلا تعرف حد مثلا تلاقيه عايش في مصر، ايه في مصر، مصر وحشه، مصر تراب، مصر مش عارف ايه، جابوه امريكا او ودوه مثلا اسكندريه، ايه القاهره تراب، ايه اسكندريه زحمه مش عاجبني اسكندريه، شويه راح مودينه امريكا، ايه اف ده هنا العيشه مش عارف شكلها ايه، وايه الاسترس العالي ده، طب يودوه المريخ بعد شويه. فهو الفكره مش فكره ايه اللي حواليه، يعني بيحكوا قصص كتير جدا على عدم الشكر والتذمر، ان في ناس بيثبت لها الرب فعلا مع التنقلات ان التذمر عاده ذهنيه موجوده عنده، هي رغبه في الاستقلال عن الله، ان هو عايز يدير نفسه بنفسه. فعشان كده بتلاقي سخط على الواقع، عدم الرضا مع تغيير الواقع. تختبر الانسان بالطريقه دي، يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي تذمر معين بسبب واقع معين. السؤال بقى هنا، هل لو اتغير الواقع ده هيستمر التذمر ولا هيتشال التذمر؟ مفروض ان التذمر ده لسبب معين، لو اتغير السبب يبقى انا مش المفروض بقى، يعني خلاص ماليش سبب هنا اتذمر. لكن لو استمريت بتذمر يبقى انا التذمر عاده ذهنيه. التذمر هنا عاده ذهنيه. التذمر بيتحل ازاي؟ يعني التذمر برضه بيتحل ازاي؟ ما التذمر ده انا لو جيت بيه لربنا زي كاتب المزمور ما راح لربنا، قال له انا متضايق، قال له استيقظ لماذا تتغافى، قال له انا يا رب متضايق انا مش عاجبني ده. وبدا الرب يفهمه هو بيعمل ايه. المزمور مشهور قوي بيتكلم عن اساف، وهو بيقول ان انا بصيت لده وبصيت لده وتذمرت بسبب ان انا قارنت نفسي الى ان دخلت مقادس العلي. ولما دخل محضر الله الامر اتغير. فهنا التذمر عند اساف ما كانش عاده ذهنيه، كان عباره عن انه في ظروف معينه لما حطيتها قدام الرب، وحتى لو الظروف ما اتغيرتش بس انا اتغيرت التذمر راح. بس عشان نكون برضو واضحين قدام المشاهدين، في فرق بين التذمر وسؤال الله، ان انا اسال الله.
انا كخادم بسال الله دايما، انا كخادم بتيجي قدامي امور اقول ربنا ليه، ليه لما ربنا مثلا بيسمح ان حد فرحه بعد 6 ايام والاقي والده توفى، فانا نفسي ابقى متضايق اقول يا رب ليه ما كنتش عارف تستنى 6 ايام، ليه يعني ليه شخص زي كده تسمح له بحاجه زي كده، اقعد قدام الرب وافهم، فيروح التذمر مني او مش تذمر، يروح الكومبلين التساؤل، يبتدي الرب يفهمني ان ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، استقصاء ان الحياه بتاعه الانسان هي حياه في خطه وان دي كانت خطه الله لحياته، انا مش فاهم دلوقتي لكن هفهم بعدين، فده خطر انه يكون عاده ذهنيه، لكن حلو ان يكون بيتحط قدام الرب لالا نستسلم لقياده الشيطان، هو استسلامي لقياده نفسي الشيطان مش هيسيبني، هيقودني بعد شويه، وده اللي عمله مع ادم وحواء مع الفاميلي اللي بدا يقود العيله لدرجه ان بيموتوا بعض بعد كده. صحيح. ده ياخدنا على نقطه، يعني ايه اعراض واشكال التذمر؟ هي طبعا اكيد من ضمنها اللي هي ان الواحد يشكي بشكل مستمر زي ما حضرتك قلت، انه حتى يعني لو ما فيش سبب للامر دوت لان هو يعني عاده ذهنيه. انا حابه ان ارجع للنقطه ديت، بس اسمح لي ان انا اتوجه للمشاهدين، مشاهدينا الاعزاء، حابه افكركم بان خطوط التليفونات مفتوحه، نحب ان احنا نسمع منكم. موضوع حلقتنا وافكركم مره تانية هو سلاحي الشكر والتذمر في الحرب الروحيه. لو عندكم اي اسئله خاصه بالموضوع، لو عندكم اختبارات حابين ان انتم تشاركونا بيها عن الموضوع دوت، ازاي الرب عملها في حياتكم، نحب نسمع منكم. اتفضل جلال القسيس. لو قلت مثلا انه جوه الكتاب المقدس هو بيتكلم مثلا عن تذمر قايين على الله لان الله قبل ذبيحه هابيل، ده تذمر، بس تذمر قاتل، تذمر قاد للقتل، اني مش اقعد قدام الرب واقول له ليه يا رب انت بتعمل كده، وابتدي افهم وابتدي اصحح وابتدي اقدم ذبيحه تاني، لا هو مجرد ما اقارن نفسي انا بقتل، انا بدمر اللي قدامي. فعشان كده بتلاقي للاسف الشديد ناس كتير ما بتتعاملش مع بعض، ما بتتعاملوش مع بعض، مؤخين مش بيتعاملوا مع بعض، ان في نعم معينه موجوده عند اخويا مش موجوده عندي، بتعامل معاه. فده عرض سيء في العلاقات، انه فلان عنده حاجه مش موجوده عندي. فكأني ايه ضيقي من ربنا وضيقي من الموقف بصبه في الشخص، فتسالي تقولي هو فلان ما بتعملش معايا ليه، وتكتشف بعد شويه مفيش اي حاجه غير ان علاقه ده بربنا ادت لحاجه وعلاقه ما ادتش نفس الشيء معاه، وده اللي حصل مع قايين وهابيل. ده شكل من اشكال التذمر، اتذمر الشعب على شعب اسرائيل، اتذمر على الله وعلى موسى. مزمور 105 بيقول كلام خطير جدا في شكل من اشكال التذمر وعرض من اعراض التذمر ونتيجه صعبه جدا في التذمر. مزمور 105 بيقول ايه؟ بيقول ان هم سالوا وقالوا كده في انفسهم، هل يقدر الله ان يعطينا طعاما لناكل وماء لنشرب؟ فابتدى الشيطان برضو يسال السؤال، هو ربنا هياكلكم ولا واخدكم يموتكم؟ فكان كل التذمر الموجود في الشعب ان انت مش لاقي لنا قبور في مصر واخدنا بره عشان تموتنا؟ الخطوره بقى هنا ايه؟ انا مش بخوف المؤمن بتاع العهد الجديد لان ده حصل في العهد القديم وده شعب اسرائيل اللي كان صلب الرقبه، لكن انت عزيزي المشاهد ما تخافش، ربنا مش هيموتك بسبب التذمر، ما تقلقش في نعمه. بس توب عن التذمر. الرب عمل حاجه غريبه مع، يعني حاجه صعبه مع الشعب، ان بسبب التذمر حصل ان هم بيسالوا الرب او بيسالوا هل يقدر الله ان يعطينا ماء لنشرب وخبز او طعاما لناكل؟ فعنه قدوس اسرائيل، عنه يعني كلمه عنه قدوس اسرائيل في مزمور 105 بتقول في الترجمه ان هم حدوا قدوس اسرائيل، حطوه جوه فريم، قالوا ان الله بيعرف ياكل بس ياكل في مصر لان مصر فيها اكل، كان ربنا بيعرف يعمل ده بس لما يكون في موارد لكده. فساعات كتير نيجي نتذمر على ربنا، نيجي احنا مثلا نقول طب صلي، اصلي ربنا هيعملها ازاي؟ يعني هذه ازواي، هو ربنا عنده طريقته ان يعملها. فساعات نقول ايه، ايوه اصلي، ربنا هيعمل ايه؟ انت لا تعطي لله ولا تملي على الله اقتراحات للحل، وما تستبعدش على الله حاجه، لكن اللي حصل ان الشعب هو ممكن ربنا يدينا ماء لنشرب وطعاما لناكل، راح الرب بيقول في مزمور 105 بيقول بقى على الرحله مشيت ازاي، راح الرب اداهم ماء من الصخر ومن من السماء، وبعد كده اداهم السلوى، اطعمهم المن والسلوى. فبعد ما اطعمهم المن والسلوى يقولوا ايه يا اختي انجي؟ يقولوا قد كرهت انفسنا هذا الطعام السخيف. تخيلي لما ربنا ياكلهم لحمه وكرهت انفسهم الطعام السخيف، رب يديهم المن كرهت انفسنا الطعام السخيف، يقول على العطيه اللي ربنا بيديها له ده موضوع سخيف. ف
حصل ان من كتر التذمر اللي موجود على الله وعلى موسى ابتدت تظهر حيات وتاكل الناس وتعض الناس وتلدغ في الناس، الناس تموت. لكن كان الحل في الصليب. فانا عايز اقول ان الله دبر الفداء بسبب الخطيه، وكانت الخطيه خطيه تذمر. شوف بقى التذمر ده ممكن يوصل الانسان انه ينفصل عن الله لغايه ايه. وبعدين هو نجح، مش عايز اقول نجح الشيطان، الشيطان مش ماتش فينا، لكن الانسان نفسه نجح في ان يدي السلاح بتاع التذمر للشيطان عشان يموت الانسان بيه. لان ده هو عارف، الشيطان فاهم ان التذمر ده هو استقلال عن الله، هو ان انا ادير نفسي بنفسي، هو ان انا مش عاجبني اللي بيعمله ربنا، فيبتدي ينفصل عن الله ويبتدي هو يستفرد. ممكن نقول بمعنى اخر انه سوري انه المؤمن نفسه اختار ان هو يمسك السلاح من الخاص بملكة الظلمة وهو التذمر، ويبدا يهاجم بنفسه، سواء اذا كان على وعي او مش على وعي. دي برضو من يعني من النقاط اللي بتستوقفني لما حضرتك قلت دلوقتي نقطه انه ازاي المؤمن يقول للرب طيب المشكله ديت موجوده عندي بس انت هتعملها ازاي. هو في مكنون قلبه، هي الفكره فكره ان هو بيحد الله، مش قادر يثق ويؤمن ان الله قدرته غير محدوده، والا كان فكر بشكل تاني، والا كان ترك الامر للرب وقال له بص انا عندي المشكله دي، انا سايبها لك تحلها، لكن مش هسالك هتعملها ازاي، لان انا عارف انك انت سلطانك مالكش حدود. بالظبط بالظبط. يعني لو فعلا انا عندي اسئله وعندي احتياجات وحطها قدام الرب، الرب عارف، انا بسلمها للرب والرب عارف. لكن ايه اللي بيخليني اتذمر؟ اللي بيخليني اتذمر ان انا مش شايف امكانيات الله بقدر ما انا شايف الضعفات اللي موجوده قدامي، نقص الامكانيات اللي موجوده قدامي. فلان انا شايف النقص اللي موجود قدامي بيحصل كده. زي ايه؟ زي ما يتكلم مثلا الشعب، بيتكلم الشعب مع الله ان انت هتدينا ده ازاي؟ انت بينفع تدينا ده لو احنا في مصر؟ بينفع تاكلنا لو احنا في مصر؟ طب هتعملها ازاي في الصحراء؟ هو مش متخيل، هو لسه ما عندوش خبره في معاملات الله. لكن خساره عن مؤمن في العهد الجديد اللي هو خلاص درس عن الله ان الله اداهم ماء من الصخره وخبز من السماء، ان الله له في الموت مخارج، ان الله بيصنع امور عظيمه، ان الله بياكل ايليا لحمه في وسط المجاعه، ان الله بيعمل القوار الدقيق وكوز الزيت، اللي كل ده مش بيفضى، ان الرب بيعمل كل ده، انه بيعرف ازاي يعمل ربنا كده. فاحنا كمؤمنين عهد جديد ملناش عذر في التذمر بتاعنا، لان احنا عندنا خبره من خلال كلمه الله. مين اكتر حد بيتذمر؟ اللي عديم الخبره، اللي ما عندوش خبره، فكان يتذمر. اخوات يوسف ما يتذمرش يوسف. يوسف فاهم الله فما يتذمرش. اخوات يوسف يتذمروا على التميز اللي بين يوسف واخواته، بينهم وبين يوسف في معامله ابوهم، فيتذمروا عشان كده. لانه يعني في كل رحله يوسف ما تذمرش، لكن في كل رحلتهم كانوا مليانين تذمر حتى بعضهم على بعض. لو لقينا مثلا موسى في علاقته بربنا، موسى في علاقته بربنا لا يتذمر، لكن مريم وهارون يتذمروا. ليه يتذمروا؟ يتذمروا على موسى بسبب الكوشيه، لان كل معلوماته معلومات دينيه، والتذمر ده ادى بيهم بعد كده، ادى بمريم للبرص. التذمر في حياه يونان ناتج عن غياب في ان نفس المحبه اللي موجوده عند الله تجاه العالم مش موجوده عند يونان. فعشان كده كان في شكل من اشكال التذمر ان انا مش ناوي اعمل ده، انا اللي انت بتقوله قوله بس انا مش ناوي اعمله. فعلا هو اتذمر على الله بسبب ان الرب بعته نينوى، اتذمر على الله بسبب ان الرب اداله يقطينه وراحت اليقطينه. فكان بيتذمر على الله بسبب ان الله مش بيديله بالظبط اللي هو عايزه. عشان كده انا فاهم قوي ان المشاهدين بيدرسوا كلمه الله، يقعدوا قدام ربنا، يقدروا يكونوا بيفهموا معاملات الله، يكون عندهم خبره في معاملات الله اللي بيها ممكن يكونوا بيتحرروا من كل تذمر. امين. هرجع لحضرتك مره ثانيه بس اسمح لي، معانا تليفون. معانا الاخ ابو مهند، اهلا بحضرتك، حضرتك صديق للبرنامج، حضرتك على الهواء اتفضل. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. أبو مهند من الأردن. أهلا بحضرتك. هل أنت متذمر أم شاكر؟ وألهج بجميع أفعالك وبصنائعك أنادي. مزمور 77:12. نعم. إن المؤمن في المسيح هو ككل الناس
قد يختبر الصعوبات والضيقات والتجارب، قد يخسر في تجارته، قد يخونه أصحابه، قد تنهار صحته، قد يتخلى عنه أقاربه. فإن كان في تلك الظروف يتذمر ويشتكي، فقد تطغى عليه أمور هذه الحياة وتتراكم ومن ثم تغلبه. كنت أتذمر لأني كان علي أن أسير مسافة طويلة من موقف السيارات إلى مكتبي، لكني التفت ذات يوم إلى رجل مريض لم يستطع أن يمشي بسهولة، وبالرغم من ذلك كانت الابتسامة على وجهه. كنت أعترض على الإنارة الخفيفة في المكتب، إلى أن رأيت رجلا أعمى أنه كان جراء هذا السيارة. كنت أحتاج على دفع الضرائب الكثيرة للدولة، إلا أني قمت بزيارة حيث رأيت فوق العين رجلا فقيرا كان يرتب ويسبح الله ويشكره على نعمته. إن روح عدم الرضا يدل على إيمان ضعيف بالمسيح، فقد نوصم بالأنانية والبخل والطمع بسببها. أخ مهند، للأسف إحنا مش عارفين نسمع حضرتك كويس لأن الصوت بيقطع، فمعلش لو استأذن حضرتك لو تقدر تتصل بينا مرة تانية. لكن شكرا جدا على مداخلتك وكلام حضرتك رائع. فعلا هي روح عدم الرضا، روح عدم الرضا هي التذمر. وأنا فارق معايا إنه الأخ أبو مهند ما قالش عدم الرضا، قال روح عدم الرضا، لأن الكتاب كمان يعني كان بيتكلم على كده، انه في روح خوف، في روح تذمر، فهي ارواح، روح هي روح بالظبط. اتفضل حضرتك. لو رجعنا نتكلم عن يعني ان الشعب في العهد القديم كان عنده مشكله كبيره في الاستقلال على الله، وكان في عاقبه للتذمر. لو بصينا للعواقب بتاعه التذمر في حياه المؤمن من ناحيه العمليه ومن ناحيه الروحيه، هنلاقي رقم واحد بيدي فرصه للشيطان إنه يقول كلمته ضد المؤمن من أفواه الأطفال والرضع. دي آيتنا النهاردة: أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو منتقم. فإبليس هيسكت في حالة الشكر وهيتكلم ويقول كلمته في حالة التذمر. فهنا إبليس بيقول كلمته في حالة التذمر، فدي عاقبة صعبة جدا. كمان التذمر بيفصل الإنسان عن الله، التذمر بيجعل الإنسان فريسة سهلة للشيطان. التذمر كمان بيديك عزيزي المشاهد وربنا يحميك من كده بفقدان السلام مع الله، مع الآخرين، مع النفس. يكون شخص مش فاهم، ما عندوش توقعات، كل التوقعات اللي عنده هي توقعات سلبية، ما عندوش توقعات إيجابية. بيخليه شخص كثير الشكوى وكثير التوقعات السلبية، بيقود الإنسان للحقد على الآخرين. زي ما قول من شوية إنه ممكن يكون ما فيش حاجة بينه وبين شخص، لكن لمجرد ان رب اكرم شخص معين ضيقه ان الاكرام ده وصل لشخص ما وصلوش، هو بيوصل للمستوى ده ان هو متضايق من الشخص، فعلاقاته بتكون علاقات فاسده حتى لو باقرب الناس ليه. التذمر بيدمر الاراده وبيضعف قدره الانسان للتصدي للواقع السلبي، انه بيقعد يقول مش فارقه، مش مهم. ممكن يبطل يصلي، ممكن يبطل يتكلم مع ربنا، ممكن يبطل يتكلم مع الناس، ممكن يبطل ينزل الكنيسة بسبب ان عمليه مش فارقه. فيجي يقول لك احنا صلينا كتير، اتكلمنا مع الرب كتير، الرب عمل ايه؟ فيبدأ يوصل الى هذا المستوى انها مش فارقه، فتلاقي ما عندوش اراده. جميله جدا الجزئيه اللي حضرتك قلتها، اللي هو انا لازم دايما افضل متذكر احسانات الرب معايا. نعم. يعني انا يعني دي حتى يعني الرب اوصى الشعب ان هم يعملوا كده مع اولادهم. فده نشوفه كمان في مزمور 105. لو حضرتك سمحت لي ان احنا نقرا ونفكر مشاهدينا الاعزاء بيه. مزمور 105 بيقول: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الامم باعماله، غنوا له، رنموا له، انشدوا بكل عجائبه، افتخروا باسمه القدوس، لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع، اياته واحكام فيه. يا ذرية ابراهيم عبده، يا بني يعقوب مختاريه، هو الرب الهنا في كل الارض احكامه، ذكر الى الدهر عهده، كلاما اوصى به الى الف دور. اذا الرب امين، لان الرب صالح
لا جور فيه. الرب دايما يتذكر عهوده، فاحنا علشان كده مهم ان احنا دايما نفضل متذكرين عهود الرب لينا، ومع تنفيذ خطه الرب لحياتنا واحنا بنشوفه ازاي ان اللي بيوعدنا بيه بينفذه، لان هو امين وبيعمل دوت. مهم اني انا افضل اذكر نفسي بالامور ديت، واذكر نفسي باحساناته، واقولها كمان لاولادي، فهم كمان يشوفوا ان كان في اختبارات موجوده مع الاب والام ومع الاجداد، علشان خاطر هم كمان يطلعوا يعلوا اسم الههم. نعم. مزمور 105 بيتكلم عن قد ايه ان الرب كان مختلف تماما عن توقعاتهم، مختلف تماما. الكتاب بيقول في عدد 40: سألوا فأتاهم بالسلوى وخبز السماء أشبعهم. عدد 41: شق الصخرة فانفجرت المياه، جرت في اليابسة نهرا، لأنه ذكر كلمة قدسه مع إبراهيم عبده. بمعنى أن الرب أمين جدا في أن احنا ولاده، ومش ممكن أبدا يتخلى عن ولاده. كانوا في مزمور 78 الكلام اللي كنا بنقوله، أن هم جربوا الله في عدد 18 في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهواتهم، فوقعوا في الله، قالوا: هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ هو ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية. هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ لذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب، وسخط أيضا صعد على إسرائيل، لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلموا على خلاصه. فأمر السحاب من فوق وفتح مصارع السماوات، وأمطر عليهم منا للأكل وبرا بر السماء أعطاهم. بدأ الرب يديهم القمح بتاع السماء، وهم بيقولوا هل ممكن ربنا يعمل كده؟ بيقول عبارة في عدد 19 مهمة جدا في الحرب الروحية، كنتيجة للتذمر كسلاح بيستخدمه الشيطان ضدنا في الحرب الروحية. يقول فوقعوا في الله. كلمة وقعوا في الله دي من الألفاظ النادرة الموجودة في كلمة الله جوه الحرب الروحية. إن إبليس عزيزي المشاهد يخليك تقع في ربنا. يعني إيه يقع في ربنا؟ يعني إيه اتنين بيقعوا في بعض؟ إن حد ينقل لي كلام غلط عن حد فيوقعني فيه، مثلا زوج وزوجة، ويجي حد يخش وسطيهم فينقل كلام مش مظبوط فيقعوا في بعض. هنا وقعوا في الله معناته إيه؟ معناته إن إبليس خد الأحداث وبدأ يقول للبشر، يقول لشعب الله، هو ربنا ممكن يعمل كده؟ مزمور 76 فبيقول لا، ده ربنا عمل كده. فمزمور 105 بيقول إيه؟ طب أنت عندك احتياج، فسألوا فأعطاهم. هو ده الطبيعي. يعني أنا مش عايز أقول إحنا مش بنكلم ملايكة، وإحنا ملايكة بنكلم ملايكة، ما إحنا بشر، بيبقى عندنا برضو احتياجات وعندنا مواقف بنسأل رب ليه. فهو ده اللي أنا عايز أقوله. يعني مش الإنسان في الحرب الروحية كأنه ملاك جوه الحرب الروحية، لا، كلنا 100% عزيزي المشاهد من كل البشر بما فيهم اللي بوعظوك النهاردة بيتحاربوا جوه الحرب الروحية بسلاح عدو الخير اللي هو التذمر 100%. ومن حق 100% من المؤمنين برضو ياخدوا سلاح الشكر يقاوموا بيه التذمر. بمعنى أنه ممكن أنا كخادم يجيني موقف فيه تساؤل ما بيوصلش لمستوى التذمر. إمتى يوصل لمستوى التذمر؟ ان انا ابتدي اسحب من قدام ربنا. فلو هو مجرد تساؤل احنا مش بنتكلم في دي، مش بنقول ان انت كده متذمر انك سالت، لا، هنا بيقول سالوا، لما سالوا الرب اداهم. فانا عايز اقول عزيزي المشاهد، سؤالك ليس هو تذمر على الله. انك تقول للرب مثلا: يا رب فهمني، انا عايز اعرف ليه، مش غلط. احنا مش بنعلم الناس ان الله ديكتاتور ما نتكلمش، لا، اتكلم، قول. هل هم نتحاجج؟ يقول الرب يلا نتحاجج. صح، هو بيتكلم فيها عن الخطايا، لكن كمان بيتكلم عن ان الانسان يقعد قدام الرب. لما تقرا يعني قرابه اكتر من 40 اصحاح ايوب بيتكلم فيهم عن الله، والله رحمه في الاخر، وعمال يسال ويتكلم: انت بتعمل فيا كده ليه؟ بتعمل فيا كده ليه؟ بتعمل فيا كده ليه؟ وفي الاخر ربنا جاوبه. فهو متذمر، عنده اسئله، الراجل عنده اسئله مش فاهم. فلو عندك اسئله مش بقول عليك متذمر، انا بقول شخص سائل الله. لو سألت الله هيقدر يكون بيجاوبك، لكن تذمر يوصل بقى لما بعد السؤال، انت رحت بسؤالك فين؟ يعني لو عندي سؤال عن الله يبقى انا لازم اساله لله، مش اساله لحد تاني، واروح حتى اروح لقسيس اساله. عندي سؤال عن الله اروح لله اساله، انا ابن لله. فانا عندي سؤال عن معاملات الله، ليه يا رب ما اديتنيش؟ ليه يا رب ساكت عليا لغايه دلوقتي؟ ليه يا رب انا ما عنديش نسل لغايه دلوقتي؟ ليه يا رب ما عنديش رزق لغايه دلوقتي؟ هنا ما فيش تذمر، لكن هنا في سؤال، لان انا لسه جوه الله. امتى ابليس بقى يستخدمه؟ ان انا ابتدي انفصل عن الله.
فيبتدي يحصل عندي القصة دي ان انا شخص استفرد بي الشيطان باللفظ اللي قاله في مزمور 76، قال كده فوقعوا في الله، وقعوا في ربنا. يعني دي النتائج بتاعت التذمر. لو انا اخترت ان انا اتذمر بقى دي النتيجة بتاعت التذمر، وقع في ربنا. يعني وقع في ربنا يعني ايه؟ خلاص هو عنده مشكلة مع ربنا ومش عايز يتعامل مع ربنا. بيوصل يعني في ناس كتير جدا للأسف الشديد، عشان كده يعني ربنا ادانا الموضوع ده، ان ده الستيج الاولاني بتاع الالحاد. يعني لو عايزين نفكر ليه الناس بتلحد، هنفهم من كده. الناس بتلحد لانها مش فاهمة الله، فراحت طالعه من محضر الله، وساعات بيبقوا مؤمنين وخدام كمان او قادة في كنائس واجتماعات، بيقوم سحبين من ربنا ان ربنا عمل موقف كبير، موقف صعب، فيوقعني في ربنا. يعني بمعنى اقول ايه؟ طب هو انا صليت عشان خاطر حد يشفى، مش ربنا عنده قدرة ان يشفى؟ ما خفش ليه؟ مش بتقول الله قادر؟ ازاي ربنا بيحبنا ويعمل كده؟ ازاي صالح ويعمل حاجات مش صالحة؟ انا بيعجبني قوي 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 ان مثلا لما راح السماء الاخ مجدي صموئيل، الاخ الدكتور ماهر صموئيل، وقف في الجنازة يقول محدش يقول رب ليه اكتر من ان احنا نقول ان رب صالح، يعلن صلاح الله. فاحنا محتاجين نعلن صلاح الله في كل مواقف. بعد شوية هنفهم ليه، لان احنا جوه محضره. فاقعد قدامه للصبح اقول له انت عملت ده ليه، واقعد متضايق بس متضايق راح لربنا. انا عايزك عايزين المشاهد تاخد دقيقك وتروح لربنا، تاخد سؤالك وتروح لربنا. كلنا 100% عندنا اسئله، لكن مش 100% مننا عندنا تذمر. يعني التذمر ده الستيج اللي بعد الاسئله. انت روح السؤال بقى في التذمر، انت رحت بسؤالك فين؟ فهنا بيقول هنا هم راحوا بسؤالهم لربنا، يعني هم وقعوا في ربنا فربنا انقذهم وقال لهم ايه، ها انتوا عايزين ايه؟ وعندهم قائد روحي جابهم لربنا فسأل الله فاعطاهم. طيب يعني انا هل صح لو انا قلت انه ده معناه ان التذمر المعناه البسيط اني انا بشك ان دوافع الرب صالحه؟ بالظبط كده، اشك في دوافع الله انها صالحه. بالظبط، مظبوط جدا جدا جدا، جبت اللي على لساني، جبت اللي مش عارف اقوله. امين، هو الرب. يعني انه انا شاكك في صلاح الله، شاكك انه ربنا ما عرفش يعملها بس انا هعملها احسن. وممكن الشيطان يعملها احسن كمان. وعايز اقول انه ساعات الانسان بيتجرأ، يعني هي ممكن تكون صعبه لكن هي حقيقه. ساعات الانسان بيتجرأ مهما كان مؤمن، بس ساعات بيتجرأ انه يفكر ويقول ان ده ممكن يكون دوافع الرب، انه هو كان قاصد انه يعملها معايا كده عشان يتعبني او يضغطني. فانا مش عارفه، يعني لو دلوقتي جينا افترضنا انه في لان حضرتك كنت لسه بتتكلم وتقول لو عندنا اسئله للرب، الحته دي فارقه معايا قوي. انه لو في حد حصل عنده ظروف صعبه وراح للرب وقال له طيب فهمني، ما هو ما تذمرش بس قال له فهمني. انا عايز اقول انه مش بالضروره ان الرب هيرد، ولو رد مش بالضروره ان المؤمن هيفهم. صحيح ولا ده بيعتمد يا اختي انجي على شكل وحجم العلاقه اللي بين الشخص والله. يعني في امور كبيره بتحصل، يعني مثلا عندنا حد من اصدقائنا الاخ نبيل ابو جابر والاخت ايريني ابو جابر، عندهم ابن 16 سنه او 17 سنه وتوفى في حادثه. انا ما احط نفسي مكانهم احس لا انا مش مفروض ان انا اشكر، يعني ده يعني ده ايشو للتذمر، يعني ايشو فور كومبلين، موضوع للتذمر، موضوع كبير. لكن لما تحكي معاهم وتسمعي ايه اللي حصل، شوف هي كبنت ربنا قعدت قدام الرب والرب وراها ابنها، الرب وراها ابنها وهي مع وهو مع الرب، ورب بدا يسلك قلبها، رفعها بالتربيه. بالظبط، وخدمت وكملت وشكرت وكل حاجه. فعايز اقول ان في ناس تقعد قدام الرب تقول له ليه يا رب ما سبتوش، ليه ما حميتوش، ليه ما حفظتوش، مش انت قادر كنت قادر تحفظه؟ فيبتدي الرب يفهم المؤمن. ده اكوردنج لحجم العلاقه اللي بين الشخص وربنا. لو هو شخص ملوش علاقة بربنا هبص تلاقيه بينطر ايده من ربنا وخلاص مش فارق معاه ولا حاجة، وهو انت مش مظبوط وانا اصلا عارف انك مش مظبوط. وعلى فكرة الجميل في العلاقة دي ان مهما كان المؤمن لازال في بدايات الايمان او لازال طفل في الايمان، الرب هيقابله في النقطة اللي هو فيها. بالزبط. الرب هيتنازل ويقابله في النقطة اللي هو فيها وهيرفعه وهيبعت له التعزيز لو هو عنده استعداد. لكن في ناس كتير جدا ما عندهاش استعداد، لكن عندها استعداد اكتر انها تقع في ربنا.
لانها ملهاش علاقه قويه بربنا او ما عندهاش ثقه في الله، فعشان كده بتقع في ربنا. التدمير اللي الشيطان عايز يعمله هو الشيطان ما بيعملش مواقف، يعني مش بقول مثلا هو بيموت الناس وبيعمل، لا الشيطان ما بيعملش مواقف، الشيطان بيوظف المواقف، بيستخدم المواقف اللي حصلت، بيستخدم الامور وبيستخدم الداتا، بياخدها كداتا عنده فيفرشها قدام الانسان، يقول له ايه يعني ازاي ربنا صالح وبيعمل حاجات مش صالحه، ازاي الله قادر وما قدرش يشفي والدتك وانت بتصلي لها، تشكيك ازاي الله محب ويعمل حاجه يعني انت متاكد فيها ان هو ما بيحبكش بيكرهك، في حد بيحب ويعمل كده؟ فيبتدي الشيطان يسال الحاجات دي على الله قادر، الله محب، الله صالح. فيقول له ايه لو هو قادر طب ما قدرش يشفي ليه؟ صح، ما شفاش ليه؟ ازاي هو قادر وما عملش كده؟ ازاي هو محب وبيعمل حاجه انت كارهها؟ ازاي هو صالح وبيعمل حاجات مش صالحه؟ فانا عايز اقول بصراحه يعني، وده عايز ارجع له تاني في الكونكلوجن للحلقه. طب بدون قطع كلام حضرتك، حتى الاحبه في الكنترول روم يعني متفاعلين معانا في الامر وبيكلمني بيقول لي ده يعني هي دي فعلا وظيفته، هو المشتكي، كتاب قال عنه ان هو المشتكي، فهي دي وظيفته فعلا. صح، فهو يعني لو الشيطان بيقول لي كده ابقى فاهم كويس قوي ان الله بيستخدم قدرته في اطار مشيئته. فالله عنده فريم جوه المشيئه، فالله عنده قدره يشفي لكن عمر الانسان خلص، فدي مشيئته، فالله عنده مشيئه وفي نفس الوقت عنده قدره، الله بيستخدم قدرته جوه اطار مشيئته، الله بيستخدم محبته فيما هو نافع لحياتي، فالله عنده خطه لحياتي هو من محبته، في حاجه محتاجه تاديب بيقدمني، في حاجه محتاجه توجيه بيوجهني، في حاجه محتاجه ان انا يتقص بيقصها بيشيلها، عشان دي محبته. كمان من صلاحه ان الله عارف كويس قوي انه عنده خطه صالحه لحياتي، والله بيشتغل على هذه الخطه الصالحه في حياتي. لكن ده مش معناته انه في حاجه وقعت من ربنا. طب يعني هل ممكن لو حبينا ندي مثل عملي للامر، وحضرتك صلح لي اذا كان الامر خطا، يعني لو نفترض مثلا ان في حد في شغله تعبان في شغله، عنده رئيسه في الشغل شديد شويه عليه، طبعا وارد انه ممكن يكون في حرب روحيه وانه ابليس عايز ان هو يخسره شغله او كده، لكن وارد كمان انه ممكن يكون الرب عايز يشكل في الشخص دوت الطاعه والخضوع، فسمح ان هو يكون في وظيفه تحت سلطان شخص شديد شويه. زي بالظبط ممكن برضو العكس، ممكن يكون المؤمن هو الرئيس والرب يسمح ان هو يكون في تحت ايده من الموظفين حد من الناس اللي هو يعني ما يقدرش يعمل كذا حاجه في وقت واحد، يعني بطيء شويه، فيبقى عايز يعلم المؤمن انه يكون صبور شويه، تعرف ازاي تقوده بس بصبر زي ما علم موسى الصبر. بالظبط. يعني بصي اخت انجي، يعني في امور كتير جدا كمصادر للاحداث والمواقف مش كلها ربنا. يعني في اخطاء للانسان، وده اللي حصل في حياه مثلا يوسف لو رجعنا ليوسف، ان في اخطاء من اخواته، في حسد من الشيطان، وفي تدريب للايمان في حياته، فربنا موظف كل ده. ما يقول الكتاب ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير، كلمه تعمل معا للخير في رومية 8 هي تتوظف معا للخير. ففي توظيف للخير، التوظيف ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان ربنا بيمسك ايه؟ مسك في حياه يوسف حسد اخواته، اخطائهم تجاهه، الأخطاء اللي حصلت في بيت فوتيفار، صبر يوسف، كل امتحان يوسف، المواجهات، الحرب الروحية اللي على يوسف، كل ده راح ربنا موظفه للخير. عشان كده هو قال أنتم قصدتم بي شرا، فالشر ده ربنا حوله وقصده ليا للخير. فعشان كده ربنا راح قاصد الموضوع للخير، ربنا قصد للخير. فلازم أبقى فاهم كده إنه ربنا بيقوم ماسك الحاجة ويبتدي يوظفها للخير، وده اللي حصل في حياة إخوات يوسف. لكن احنا طبعا مش بنقول كل حاجة في الحياة هي مصدرها ربنا، في حاجات كتير مصدرها إبليس، في حاجات كتير مصدرها الحسد. احنا بس عندنا تعليم جامد شوية، هو ان كل حاجة ربنا هو اللي بيعملها، لان احنا قدريين طالعين في مجتمع إسلامي، فحاسين كل حاجة في الحياة حصلت هو ربنا اللي عملها. فنيجي نقول ايه؟ حتى لو الشيطان عمل مش ربنا سمح له؟ فنيجي نقول كده وننسى ان احنا جوه حرب روحيه. عشان كده احنا بنربط التذمر والشكر جوه الحرب الروحيه. لازم المؤمن يبقى واعي في الحرب الروحيه ان عنده سلاح اسمه الشكر، وما يديش لابليس سلاح يستخدمه ضده اللي هو التذمر.
لكن اوقات المؤمن بيكون في المكان الصح وبيكون بيستخدم اسلحته بالشكل الصح، ومع ذلك الرب برضه بيسمح بامور معينه علشان يشكل في شخصيه أكيد. المؤمن، وهو دوت التدريب الروحي اللي هو بيكون بيمر فيه علشان أكيد. ينقله من خطوه الى خطوه اعلى. اكيد هو بيوظف كل حاجه بتحصل في حياته لخير الشخص نفسه. امين. ما بي يعني الكلمه الاخيره للرب، ما تبقاش الكلمه الاخيره للشيطان ولا للناس، الكلمة الأخيرة للرب مع المؤمن المرتبط بشكل صح مع ربنا. أمين. طيب أنا برضو فارق معايا أني أنا أسأل بالنسبة للناس، يعني لو في حد مثلا بيتفرج علينا دلوقتي وقال طب خلاص أنا كده فهمت من الكلام دوت أن أنا حطيت إيدي على المشكلة، أن أنا في حياتي في خطية تذمر. طبعا هو كده يعني فاتح باب التجربة على حياته، لكن للأسف ممكن يكون الأمر وصل لمرحلة عادة، زي اللسان لما بياخد مثلا على الحلفية، الأمر وصل لمرحلة عادة. يعني ازاي، ايه الخطوات العمليه اللي هو ممكن يعملها مبدئيا بشكل مبدئي بحيث ان هو يقدر يشيل نقطه التذمر من حياته، يقدر يتحكم في لسانه ضد سلاح التذمر، يترك سلاح التذمر. هو اي عاده في الحياه عشان تتصلح لازم تتبدل بعاده، فهو تبديل العاده بعاده، تعديل الحاجه بحاجه، تعديل الشيء بشيء تاني. يعني مثلا لو انا النهارده عندي دايما في لساني التذمر بان انا مش نافعه، ان انا مش عاجبني، ان انا مش عايز، بمعنى ان انا لو حطيت نفسي قدام ربنا وحطيت الذهن ده، يعني بيتكلم الكتاب عن تجديد الذهن، تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، يبقى اول خطوه هنا هو مش تغيير اللسان لكن تغيير الذهن، تغيير المينتاليتي نفسه. والمينتاليتي ده عمره ما هيتغير الا من خلال ما الشخص يبتدي يعمل علاقه جديده مع ربنا، يبتدي يكون علاقة جديدة، يبتدي يفتح كتاب مقدس ويقرأ، ويبتدي يفتح كتاب مقدس ويعمل خلوته كل يوم، يبتدي يفتح كتاب مقدس ويقدر يوصل مع ربنا للقصة دي. فيقدر يوصل لإيه؟ يقدر يوصل إن هو بيتعامل مع التذمر اللي بيموته ده إن هو حرب روحية. فرقم واحد أنا هرفضه لأن ده حرب، هرفضه لأن ده سلاح بيستخدم ضدي، دي سكينة بتقطع فيا، سكينة بتقطع علاقاتي. لأن الشخص المتذمر مش بس متذمر على الله، تلاقيه لما مراته تجيب له الأكل هو مش عاجبه، لما ابنه يجيب درجات في المدرسة مش عاجبه، لما ينزل الشغل وياخد مرتب معين مش عاجبه، لما يحصل حاجة معينة في العلاقات وفي المعاملات مش عاجبه، فهو يعني مش ساتسفايد ولا حاجة، هيكون تعبان وتعب اللي حواليه كمان تماما. يعني لو ركب عربية هيقعد مش يدور ايه الكويس فيها، ايه اللي ناقص فيها، يقول هي حلوة بس ما فيهاش كاميرا خلفية، هي حلوة بس بص الدركسيون بتاعها صغير، ممكن يبقى راكب بي ام دبليو بيقول لا بس دي بتاخد بنزين كتير، بتاخد جاز كتير، كويس. هو بيدور دايما على ايه؟ يعني الناس تقول واو دي جميله جدا، لك بس دايما دي بس في اخر الجمله. يعني فهو لو هو عمل زي اساف قال حتى دخلت مقادس العليل، ده اول حل للعلاج. طبعا احنا مش ماسكين بالريموت كنترول تقول المؤمن عزيزي المشاهد تحول من متذمر الى شاكر، تك ويقوم بقى خلاص هو بقى شاكر، مقام. لكن هو هيخش مقادس العليل، يحصل له تغيير، يحصل له غسيل، ان الرب بالروح القدس يبتدي يغسله، يبتدي رقم واحد في خلال العلاقه بربنا يفهم كويس ان دي حرب روحيه عليك، انت بتدي للشيطان سلاح يقطع فيك وفي علاقاتك. يعني انت شخص هتكون شاعر بعدم الرضا في كل مواقف. يعني انجاز التعبير نقدر نقول ان هو لما هيقعد امام الرب ذهنه هيتجدد بالكلمه، بانه هيبدا يقتنع بان الكلمات اللي خارجه من فمه ما هياش كلمات عاديه، لكن هي كلمات لها تاثير على حياته، لان الرب قال كده. الرب قال امامك البركه واللعنه، امامك الحياه والموت فاختار الحياه. لان في ناس على فكره كتير وللاسف يعني في مؤمنين كتير ممكن يكونوا بيؤمنوا انه لا يعني انا كلماتي ما لهاش تاثير، لكن كتابيا كلماتنا لها تاثير وليها تاثير فعال، سواء اذا كان بالايجاب او بالسلب. فدي البدايه، ان لو المؤمن اقتنع ان في سلطان خارج من فمه، في سلطان مصحوب للكلمه المنطوقه، هيفرق معاه كتير جدا، وهيبدا يحرص كويس جدا على كلماته المنطوقه اللي بينطقها على حياته وعلى حياه اولاده. بالظبط بالظبط. الكارثه ان الشخص المتذمر ده بتلاقيه تعب نفسه وتعب علاقته بربنا، ومعطل نفسه عن امكانيات ممكن ربنا يديها له، وتعب كل اللي حواليه، لان هو شخص غير راضي، غير راضي. عشان كده لازم فاهم كويس قوي ان انا رقم واحد لازم فاهم دي حرب على حياتي، وان ده سلاح انا بديه للشيطان ان يبتدي يمزع في علاقتي بربنا وعلاقتي بنفسي وعلاقتي بالناس، وهبتدي ابقى فاهم الكلام ده بشكل انه ده بيدمر كل علاقاتي.
ده رقم واحد. رقم اتنين، هبتدي اقعد قدام الرب لتجديد الذهن، هبتدي افرد قدام الرب اغير العاده الذهنيه دي. تغيير العاده الذهنيه بايه؟ بان انا مش هقول، مش هسال الرب، لان هسال الرب باحترام، هسال الرب بقلب صافي، هسال الرب اقول يا رب هو ليه بيحصل كده، وهبتدي مع الشكر اسال. بيقول كده: لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. فهنا مش بيقول، مش بيبقاش عندكم طلبات ونيجي مثلا ربنا يقول لك انت عامل ايه، يقول له انا كويس الحمد لله كله تمام، لا في حاجه انا محتاجها. لما يجي ربي يسالني انت اخبارك ايه، اقول له انا بس محتاج الامر الفلاني، مش عيب. لكن هيمارس علاقه بربنا بشكل بديلي بقى، انه بدل ما يحط الامور قدام ربنا بشكل متذمر، لا بشكل السائل الطبيعي العادي، الشخص الذي يسال الله بشكل طبيعي، يسال الله بشكل منطقي، يسال الله بشكل انه ايه، ان انا عارف ان انت بتعمل الصالح بس انا محتاج افهم ده، ومحتاج احط امري قدام ربنا. ممارسه علاقه حقيقيه وحيه مع ربنا. طب اسمح لي قبل ما نستفيد في نقطة الممارسة العلاقة، حضرتك كنت قلت نقطة يعني أحب أستفسر فيها أكتر شوية. حضرتك قلت جملة أنه بالتذمر الموجود في حياة المؤمن ممكن يعطل نفسه عن الإمكانيات اللي الرب ممكن يديها له، ممكن تكلمنا أكتر في النقطة دي؟ عارف حضرتك لما تجيبي إزازة عايزة تمليها من الفلتر، الإزازة دي في أوبشن واحد بس يخليها تتملي، أن رقم واحد تكون مفتوحة وأنها تروح عند الحنفية عشان تتملي. لكن المتذمر ده هو شخص اللي فيه هو فيه، يعني شخص ماسك ازازه مقفوله مليانه افكاره. انا معترض على الله، الله دايما يدي لغيري ما بيدينيش انا، الله عنده ديسكريميشن، عنده ناس وناس لا، فانا قافل حياتي على كده وعمال متضايق وخلاص، اروح الكنيسه اطلع زي ما انا، اصلي ارجع زي ما انا. لكن لا، انا محتاج افتح اولا حياتي زي الازازه دي كده، انا عايز املاها، انا هفضي اللي فيها قدام ربنا وهروح املاها من عند ربنا. فهي عايزه تتملي، تتملي ازاي وهي مليانه. فانا لما اروح قدام ربنا انا هفرغ نفسي تماما امام الله، بان انا احط قدام الرب كل تذمر موجود فيه واقول له يا رب انا بعترف انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وانا متضايق من كذا، وانا متضايق انك اديت فلان ما اديتنيش، انا متضايق اني طلبت من الامر الفلاني وما حصلش، انا متضايق انك عملت فيا وفاجئتني بكذا، انا متضايق. احط دي قدام ربنا. بعد كده هوت وانا مفرغ الكلام ده، ابتدي استقبل من الرب راحه واستقبل من الرب اجابات. لو الرب ما جاوبنيش النهارده يجاوبني بعدين، بس على الاقل وانا في مشيئه ربنا، لان انا بعيد ابليس مستفرد بيا، دي الكارثه. يجي بقى الرب عايز يديني حاجه مش عارف يدهاني، يعني ايه؟ يعني الولد المتذمر على بيت ابوه قال له اديني نصيبي، فراح خد نصيبه، هو متذمر على الحياه مع ابوه، هو متذمر راح مشي. طب ابوه عنده ايه يديهوله وهو متبهدل وعندوش ياكل؟ ابوه عنده حله اولى وعنده عجل مسمن وعنده حذاء وعنده كل الحاجات اللي احنا عارفينها في لوقا 15. تخيل معايا عزيزي المشاهد ان ربنا مثلا راح قايل لنا في المثل سيناريو كده، تعال نغير السيناريو، يعني استغفر الله العظيم هنغير كلمه الله، مش هنغير كلمه الله، لكن اقول لك تخيل سيناريو مش موجود، ان الاب هو قاعد في البيت راح قال للخدام اللي عنده بقول لك ايه، انت وحشت الوقت، عايزين ناخد العجل المسمن والحله الاولى والحذاء وحط لنا الخاتم في علبه قطيفه كده جميله لذيذه. يقولوا ليه يا سيدي رايحين فين؟ يقولوا احنا رايحين نزور الوقت في قرية الخنازير. انت ايه رايك عزيز المشاهد في السيناريو ده؟ ايه رايك؟ واحد متذمر على عيش ابوه وابوه رايح له يديله الكلام ده، ينفع؟ لا ما ينفعش، كانوا بيحترم اراده الانسان، ما ينفعش. رقم واحد هو محترم ارادته ان هو بعيد، خلاص بعيد ما تاخدش. فهو عنده حاجات كتير يديها له، بس يديها له فين؟ هيديها له في بيته، لما ترجع بيتك تاخدها. ليه؟ لان هذه الامور كلها ستتسخ ولا تليق بكوره خنازير. لا تليق بكوره خنازير، لا تليق وانت بعيد، مش هتعرف تاخدها. هتعرف تاخدها امتى يا عزيزي المشاهد؟ هتعرف تاخدها لما تروح راجع لبيت ابوك، وراجع لمحضر ابوك، وراجع تتكلم مع ابوك، وراجع بتوبه لابوك من كل تذمر. اول ما ترجع له الخير كله هيجي لك، اللي لانه جاهز مستنيك هيجي لك. تيجي بقى ايه، مش عارف يعني، صوت كده في ذهني يقول لي ايه، هو بعض الناس تقول لك ايه، هروح اجرب طب اشوف. لا، الواد ما كانش رايح يجرب، ما كانش رايح يتست ابوه هينفع ولا مش هينفع وهيدينه مش هيديني خالص، كان واخد قرار، هو بقلبه رايح، ده رايح موافق يبقى عبد حتى مش ابن.
لكن الاب ما يرضاش ان هو العبد يبقى الابن يبقى عبد، استمر كابن لكن استمتع بكل الكلام ده، هو كان مخلص وكان قرف من اللي هو فيه. فانا بشجعك عزيزي المشاهد تيجي زي ما انت، وهيجي الاب السماوي هيقدر يكون بيستقبلك، وهيقدر يكون الرب بيستقبلك بروح القدوس في محضره. تلاقي العجل المسمن الشركه، تلاقي الحذاء استعداد انجيل السلام، تلاقي ثياب بيضة جميلة الرب يغير ثيابك، هتلاقي شركة جميلة قوي مع الآب، هتلاقي خاتم بمعنى سلطان الرب يديك هذا السلطان. أمين. طيب لو إحنا كده عرفنا النوعيتين من السلاح، في سلاح التذمر وفي سلاح الشكر. نعم. إذن هي مش مجرد فضيلة أنا بحاول أكون بوجدها في حياتي، لكن هو سلاح أنا بقدر أن أنا أتسلح بيه. لو مسكت سلاح الشكر أنا بسلح نفسي جوه الحرب الروحية بما يفيد نفسي. Yes. لكن لو أنا تسلحت واخترت أن أنا أتسلح بسلاح التذمر وأفضل أشكي أشكي، أنا بتعب نفسي وبتعب اللي حواليا، بعطل حياتي الروحية مع الرب وعلاقتي بالرب، ففي النهاية أنا بختار أن أنا أمسك السلاح اللي أأذي بيه نفسي. تكاتفا وتواطؤا مع إبليس ضد نفسي. فإذا ده معناه أن أنا لما بكون بقعد كتير قدام الرب بيحصل أن أنا بقدر أفهم أبعاد الحرب الروحية، فلما بفهم أبعادها أقدر أن أنا أكون على وعي أكتر بيها، فأعرف أدخل حربي على وعي فأعرف أحارب مظبوط. بالضبط. طيب لو إحنا حبينا نتكلم على نقطة العلاج، لو عايزين نطلع من التذمر ونعالج نقطة التذمر، طبعا أساسي أنه هو هيكون الشكر. طبعا. لو حبينا نتكلم على دواعي الشكر هنا، طبعا أنا مش هاخد الليفل عالي قوي وإن إحنا نقول أنه كمان حتى أشكر وسط الدي. بس خلينا نبدأ بالبداية خالص، اللي هو يعني كخطوة أولى المؤمن عايز يبدأ بيها. خلاص هو دلوقتي في كرة الخنازير وهو قال خلاص أنا هقوم هنتفض وهرجع لأبي، عرفت أن التذمر غلط وأنا راجع عشان أشكر. نحب نحن نتكلم عن دواعي الشكر هنا. لو بصينا برضو للولد وهو في كرة الخنازير، هو قال عبارة جميلة جدا دي احنا محتاجين نستخدمها كويس قوي. هو قال كم من أجيال لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، بمعنى إيه؟ اللي بدأ يتذكر إحسانات أبوه. تذكر الإحسانات، إنه أنا إيه؟ التذمر هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن أنا دايما عمال أفتكر إيه اللي مش عندي، إيه اللي ربنا ما ادهونيش، إيه اللي اتحرمت منه، إيه اللي عند غيري مش عندي. لكن هنا ننقل على الشكر بإيه؟ بإن لا، أنا هفتكر إحسانات الله الشخصية عندي، لأن أنا مش نسخة مكررة من اللي حواليا، لكن ايه الاحسانات اللي الرب عملها على حياتي. فهنا هيبتدي يتذكر احسانات الله، وهنا هيتحول الى شخص شاكر، بان هو مش هيفتكر ايه اللي ناقصه لكن هيفتكر ايه اللي عنده. فلو شخص فاهم كويس جدا، يعني ابو مهند اتصل من شوية يقول ان انا المكتب عندي عنده اضاءة ضعيفة، اشوف الناس العمي اقول يا رب اشكرك، اقول يا رب اشكرك. ساعات كتير انا يعني كراعي في وسط الناس مش بحب استخدم الامثله دي قوي، لان الناس تقعد تقول لي ايه، ايوه طب هو كم واحد اعمى وكم واحد مفتح، انت اشمعنى الاعمى اللي بتقارني بيه؟ يعني ما ملايين الناس مفتحين، ده كل من كل كم مليون تلاقي مثلا واحد اعمى، اشمعنى اللي بتقول لي يعني اشكر ربنا على نعمه العينين. انا مستمتع على المستوى الشخصي بعلاقتي بربنا، وعلى المستوى الشخصي أكتر حاجة أنا مستمتع بيها على المستوى الشخصي بتحميني من أي تذمر هو أن لي علاقة أبدية بالرب. فأنا مستمتع بده قوي، أنا مستمتع بيه قوي، لأن أنا فاهمه وداركه ومختبره وعايش فيه كل يوم. فاهم إيه بقى؟ فاهم أن بحسب متى 6 بيتكلم الكتاب بشكل قوي جدا عن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم. كل الأمور اللي احنا بنطلبها بناخدها بزيادة تزاد لنا. لو الشخص عايز يتحول الى شخص شاكر يبتدي يتذكر ايه الامور اللي الرب مديها له، ومديها له بزياده. الرب مديله نفس ونفس بزياده، الرب مديله حياه، بمعنى ان هو بيتكلم في متى 6 قال عباره يعني كراجل دماغي شغاله اكتر من ان انا مش مدروش، يعني انا مش مدروش، انا بعيش كويس، باكل كويس، بلبس كويس، بهتم بنفسي كويس، لكن فاهم كويس قوي ان كل الامور الارضيه دي بحسب متى 6 تخليني شاكر. ليه؟ لان كل الامور دي ربنا من غير ما اسال هو ادهاني.
وخلاني اركز بس على ان انا اهتم بملكوت الله على حياتي ازاي. طيب اسمح لي قبل اتفضل. ما نغوص اكتر في النقطه دي لانها نقطه مهمه اتفضلي. وقويه وكبيره، فاسمح لي ان احنا نطلع فاصل سريع وبعدين نرجع نكمل الكلام امين في النقطه ديت. اعزائي المشاهدين، زي ما شفنا لو انا حياتي فيها تذمر ووصل الامر لدرجه عاده، بيكون ما بنقولش ان هو سهل، بيكون صعب ان انا اتخلص منها، لكنه مش مستحيل. ليه مش مستحيل؟ لان الرب يقدر. لو انا مش قادر اطلب من الرب، الرب يقدر يعمل فيا. المهم ان انا اختار بكامل ارادتي اني اضع نفسي تحت ارادته واقول له شكل فيا. فلو انت مش قادر قول له انا بطلب لمسه، لمسه السيد. علشان كده تعالوا نشوف مع بعض الترنيمه ديت، صليها معانا وقول له يا سيد انا بطلب لمسه. قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له يسوع: ارعى خرافي. حزن بطرس لأن يسوع سأله 3 مرات نفس السؤال، لكن ما كانش يعرف ولا مقدر حجم المسؤولية اللي يسوع حطها عليه.
كلنا بنمل لما بنسمع الرسالة أكتر من مرة، وبننسى أننا كأولاده علينا مسؤولية أننا نمجد اسمه ونوصل رسالته للعالم أجمع. ناس كتير اختبرت فكرة النذر، تقول لربنا هدفع مبلغ معين أو هتغير تغيير معين أو هعمل حاجة معينة بعد ما ربنا يسدد الاحتياج أو يوفي حاجة هما نفسهم فيها. كتاب بيقول لنا اوفي للعلي نذورك، لكن في ناس تانية اختبرت عمق مختلف، ادت للرب وقدمت وتغيرت قبل ما الاستجابة تيجي. طبعا الرب استجاب ومد ايده، هو قال كده جربوني. وخلينا كلنا فاكرين ان الكل منه ومهما ادينا مديونين. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، ورجعنا من الفاصل بعد ما سمعنا للترنيمه الجميله اللي بتقول انا بطلب لمسه لان انا من غيره ما اقدرش اعمل. لما الرب بيقول اعمل بيبعت قوة وبيقدر يعزز علشان خاطر يقدر يخليني أو يخليني أنا قادر أن أنا أمشي بحسب وصاياه. نرجع مرة تانية جناب الأسيس للي إحنا كنا بنقوله، وقفنا عند نقطة أنه متى 6 إزاي أنه هو هيكون علاج للتذمر الشخص المتذمر وعايز يبدأ يتحول أنه يكون شاكر. إزاي يبدأ يكون شاكر؟ وبأنه إحنا كنا بنتكلم في آية أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. تفضل حضرتك. في متى 6 بيتكلم عن سد الاحتياج، واحنا عارفين طبعا انه معظم التذمر وغياب الشكر في حياه الناس هو بسبب اسباب ماديه. يعني مفيش حد مثلا بيتذمر لاسباب روحيه، مفيش. الاسباب الروحيه دي والاسباب الابديه محدش بيتذمر ليها خالص، لكن بيبقى متذمر لاسباب جسديه. يعني حتى للاسف اللي بيتذمروا في الخدمه، اللي يقول لك مثلا انا متذمر ان ربنا مش بيستخدمني، هي عباره عن غيره جسديه ان ليه ربنا مش بيستخدمه زي فلان، ليه ما عندوش نفس مسحة فلان. فمفيش حد عامه بيغير او حد بيتذمر لاسباب روحيه واسباب ابديه. التذمر هنا هو كله 100% منه لاسباب جسديه. الرب عارف الانسان. اول موعظه وعظها الرب في حياته الجهريه، في خدمته الجهريه، اتكلم في متى 6 راح قال لهم ايه؟ لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون، متى 6:25، وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من الملابس؟ فهنا اللي بيخلي الإنسان يتذمر وبيخليه ما بيشكرش هو إنه ما عندوش الطعام أو ما عندوش الملابس. هنا الرب عايز يحرر الإنسان من هذا النوع من التذمر ويبتدي يقوده للشكر. إزاي؟ يبتدي يقول له بقى عايز أقول لك حاجة تخليك ما تتذمرش بسبب الاحتياجاتك. فيقول إيه؟ إن الله منحك الأهم، منحك أهم من اللي أنت بتطلبه. فانت بتطلب ايه؟ بتطلب الطعام، ربنا اداك الحياه. بتطلب ايه؟ بتطلب الجسد، اهم من بتطلب الملابس، اهم من الملابس ربنا اداك الجسد. فاقول ان انا مش هتذمر على الامور الجسديه لان الله منحني ما هو اهم من اللي بطلبه. الله منحني الاهم. فاللي اداني الجسد هيديني الملابس، اللي اداني الحياه هيديني الطعام. وده اللي عمله الرب حرفيا مع ادم. لما ادم احتاج ان يتغطى من العري اللي هو فيه، هو غطى نفسه بورقتين وشويه ورقتين راح. فيتذمر على عريه، هو اتضايق من عريه. الرب عمل ايه؟ الرب عمل له ذبيحه وخيط له اقمصه من جلد. اللي اداله الجسد اداله ملابس حتى هو متضايق منه. انا مش عارف يعني لو في واحده من المشاهدين مثلا عندها شغاله في البيت وسرقت حلقها الذهب، بعد ما سرقتها واكتشفت انها سرقتها قالت لها استني اكلك عشان انت سرقتيني، اكلك وامشي. ربنا عمل كده، هو عصى الله وقال له استنى اكسيك قبل ما امشيك، استنى اغطيك عشان ما تمشيش عريان. شفت الجدعانه بتاعت ربنا؟ رب طيب. والناس تتذمر عليه ليه؟ مش عارف. يعني هو جدع جدا يعني، رب رائع. فمن جدعانه ربنا ان ربنا عمل كده مع الانسان، انه رغم انه عصاه قال له لا ما يرضنيش ان انت تكون عريان. راح مخيط له اقمصه من جلد هو ومراته. فالله منحني الاهم، اللي اداني جسد اديني ملابس، اللي اداني حياه اديني الطعام. اثنين،
انه الله بالطبيعه مهتم، فانا اتذمر ليه اذا كان اصلا بيهتم بالطيور وبيهتم بزرابق الحقل، الطبيعه نفسها العصافير ربنا مهتم بيها، فالله بالطبيعه مهتم. كمان انه في عدد 27 لن يفيدني الهم منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامتي ذراعا واحدا، اذا انا تذمري واهتمامي لن يفيدني بشيء، لن يفيدني الهم. يبقى رقم واحد ان الله منحني الاهم، اهم من اللي بطلبه ربنا اداهولي. رقم اثنين الله بالطبيعه مهتم فكان بالحال يهتم بي انا كابن لله. ثلاثه لن يفيدني الهم، من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامتي ذراعا، مهما اهتم واتذمر واتضايق وكل الكلام ده بيجيب لي بس امراض سايكوسوماتيه اللي هي بقى ايه قرحه المعده والسكر والضغط والصداع والصداع النصفي، كل دي سايكوسوماتيك اللي هي النفس عضويه، الامراض النفس عضويه بتيجي نتيجه هذا التذمر وهذا الهم. وعلى فكره كمان بيخليني انا اتحط في حاله ان خلاص عيني مش قادره تشوف على باقي الامور الكويسه واقدر يعني اتمتع بيها بالزبط. فبيسحب مني كل المتعة اللي أنا ممكن يكون الرب بيغدق عليا ببركات معينة علشان هو عايز ابنه يكون مرتاح بالأمور ديت، لأني أنا مش قادر أشوف غير السلبي، فأنا بفقد أني أنا أتمتع بالأمور الكويسة التانية اللي الرب عطيهاني اللي مش قادر أشوفها. يا انشغالي بالطعام بيخليني مش عارف أستمتع بالحياة. يعني هو أداني أهم من الطعام، أداني الحياة، فأنا طول ما أنا interesting وعلوق وشغوف ومتزمر ليه ربنا مش بتديني، أنا لا رب هيديني الطعام، ما منكم إذا تم يقدر أن يزيد على قامتي ذراعا واحدا، فلن يفيدك الهم. والرب عايزنا نستمتع بالحياة زي ما حضرتك قلت، لأنه قال جئت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. وداود قال من هو الإنسان الذي يهوى الحياة، فأنا بعيش بهوى الحياة وربنا بيعرف إزاي يسدد الأمور دي كلها. فعشان كده قال كده لا تهتموا قائلين ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. فأنا أعرف كده أني أنا الله منحني الأهم، الله بالطبيعة مهتم، الله عارف بيفهمني أنه لن يفيدني الهم، وإن هذا كلها يطلبها الشرير، فمن حق الشرير أنه يهتم ويهتم. من حق الشرير ليه؟ لو قلت مثلا هل الله ممكن يدينا ماء لنشرب وطعاما لنأكل؟ يقدر لان احنا اولاده بشكل طبيعي. يعني تخيلي مثلا لو عندنا اسره الام واقفه تطبخ وعندها الشغاله بتنظف وعندهم السباك في الحمام بيوضب بيعمل حاجه في الحمام، والام بقى ايه يعني الاكل بتاعها شهي قوي وريحته طالعه، مين يفكر في كل دول؟ الاولاد قاعدين والزوج قاعد والسباك بيعمل حاجه في الحمام والشغاله بتنظف في البيت، مين من الشريحتين دول اللي هيسأل أنا هاكل ولا مش هاكل؟ ومين من اطمن من الشريحة دي كلها من الشريحة دي كلها أنه هو هياكل؟ هتلاقي الأولاد موجودين جوه في البيت ما بيسألوش أبدا أنت يا ماما بتعملين الأكل ده ولا ما مش لينا؟ لكن مين اللي ممكن يسأل؟ الشخص الغريب عن البيت، الغريب عن البيت. السباك يسأل، الشغالة الخدامة تسأل، دول الأمم، دول ناس مش ولاد ربنا، فراح قال لهم دول مش ولادي عشان خاطر من حقهم بيسألوا. ومع هذا الرب يشرق شمسه على الأشرار والأبرار، فإذا كان الرب بيدي للشرير يبقى مش هيدي للابن. فأنا أعرف كويس جدا ما بتعمل أكل في البيت أكيد بتأكل ولادها، الغرب هم اللي يسألوا إحنا ناكل بالأكل ده ولا مش هتأكلونها خالص ولا تأكلونها بجبنة وخلاص وتسيبونا والطبيخ الحلو ده للبيت لأهل البيت. طبيعي أهل البيت عمرهم ما هيسألوا لو انت تاكلها لا، لا ده اهل البيت وده اكل البيت. وده يفكرنا بالقصه الرائعه اللي الوحي المقدس ذكرها في انه المراه اللي ما كانتش من شعب اليهود وجات طلبت شفاء من الرب من اجل بنتها، والرب قال لها لا يؤخذ خبز البنين ويؤخذ، وهي قالت له يا سيد حتى الكلاب تلتقط الفتات من تحت المائده، والرب شفاها بالظبط. طيب استاذن حضرتك نكمل، لكن معانا اتصال. اتفضل. معانا الاخ رؤوف، حضرتك على الهواء اتفضل. مساء الخير. مساء النور. وازيك يا جناب القسيس؟ اهلا بيك. شاكرين جدا من اجل الموضوع الرائع ده، الشكر والتذمر في الحرب الروحيه. لكن ليا سؤال. اتفضل. في خروج 16:2 بيقول كده الكتاب: فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية. وقال لهما بني إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمونا
إلى هذا القصر لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع. كان الرد في 16 سنة نقول في الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب. في 8 وقال موسى بأن الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا وفي الصباح خبزا لتشبعوا لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه. هل نقدر نسأل سؤال ونقول نتيجة التذمر الرب استجاب ليهم وادهم هذه النعم في حين أن التذمر ضد الشكر؟ ده سؤالي حضر أسيس، والرب يبارككم ويبارك الحلقة، يبارك الأخت إنجي ويبارك قناة الكرم. شكرا ليكم، سلام المسيح. شكرا ليك جدا يا أخ رؤوف، مرسي. سؤالك جميل جدا، وده اللي احنا قلناه من شوية، ان انا مش ملاك عشان ما تزمرش او عشان ما اسألش، لكن انا باجي بسؤالي للرب. رقم واحد اخ رؤوف، الناس دي ما كانت عديمة الخبرة في كلام البر لانهم اطفال، هم لسه اطفال في العلاقات والمعاملات مع الله. فعشان كده الله عنده بعدين، البعد الاولاني عنده خطة تجاه شعبه، والبعد التاني عنده الشعب نفسه. فهل هو يؤذي هذا الشعب او يموت هذا الشعب او يزعل من هذا الشعب هو عنده خطه تجاههم؟ فرقم واحد، هم لما جم بسؤالهم لله بحسب مزمور 105 الرب اتاهم، ده اللي قلناه من شويه. فهم عملوا ايه هنا؟ السؤال بتاعهم راحوا بيه لربنا. ربنا ما رضيش يسيبهم ويقعوا في الشيطان، فكان رقم واحد ان ربنا سمع سؤالهم، هنا تذمرهم بمعنى سؤالهم ان هم مستغربين اللي هيحصل. فربنا بيعمل ازاي؟ ربنا بيتعامل بذهن واسع قوي، بذهن كبير، بيتعامل بذهن كبير قوي مع الانسان، لانه لسه مش خبير. فلان هم مش خبراء، ربنا يتعامل معاهم كناس لسه مش خبيره. فانا عايز اقول اخ رؤوف، لان الناس دي حديثه ايمان، لان الناس دي مش خبيره، ما رضيش الرب يتعامل معاهم باكتر من ان هو يسمعهم عشان خاطر يديهم الخبره. لكن تخيل معايا بقى لو تمشي في الاحداث، بعد ما خدوا الخبره واداهم الرب، الرب اتضايق من التذمر الثاني اللي بعد ما اكلوا وشربوا. فالرب رضي بالاولاني لان ما فيش خبره، لكن ما رضيش بالثاني، وحصل فعلا ان اكلهم المهلك. بسبب ايه؟ بسبب ان انت، بسبب ان انت ما كانش عندك خبره، قلت ممكن ربنا يديني فديتك، سمعتك واديتك عشان يبقى عندك خبره. بقى عندك خبره، فين بقى العذر بتاعك؟ بقى عندك خبرة. فعشان كده بعد ما خدوا الخبرة ربنا ما تعاملش معهم بنفس الطريقة، ان انا انتوا سألتوني هناكل منين، اكلتكم، هنشرب ايه، سألتكم. فيعني what is the point، يعني you have nothing to complain، ما عندكش حاجة تشتكي عليها، ما صحيح. عندكش. عشان كده بعد ما بقى خبير راح اهلكتهم الحياة. وده والدلالة على كده بولس نفسه لما بيتكلم بيقول ان احنا اوقات بنكون اطفال في الايمان، لكن بعد كده لابد وان نكون رجالا، اللي بيها نقدر ان احنا مش بس نشرب اللبن، لكن نقدر ان احنا نتقوى وناكل الطعام. متشكرة جدا للاجابة جناب القسيس. اسمح لي اخد اتصال تاني معانا. الاخ هنري من كاليفورنيا، اهلا بحضرتك، حضرتك على الهواء، اتفضل. ايوه انا بسال، ازاي لما الواحد يسال ربنا ازاي ربنا يرد عليه؟ هيسمع ازاي صوت ربنا؟ سؤال جميل جدا. شكرا. سؤال جميل جدا، مرسي جدا. شكرا. اخ هنري، هنرد على سؤال حضرتك، سؤال رائع. yeah. لانه كتير من الناس بيسالوه، خاصه لما يلاقوا ان حد قدامهم بيقول انا ربي كلمني في كذا. yeah. انا شخصيا اختباري الشخصي قعدت فتره طويله جدا ابحث في كتب روحيه واصلي. yeah. واقول يا رب علمني ازاي اعرف اسمع. yeah. صوتك، وكنت yeah. ببقى مش قادر yeah. اميز هل ده صوت الرب او لا. ده داعي جميل جدا من دواعي غياب التذمر والشكر، ان انا اكون بسمع من ربنا. رقم واحد، انا اتعلمت اسمع من ربنا من خلال كلمه الله، من خلال الخلوه الروحيه. فمن خلال خلوتي الروحيه اتعلمت ان وداني تسلك ازاي تسمع الايات، وازاي افهم ايه اللي فيه اللي فيه امتياز، اللي فيه امور اشكر الرب عليها، اللي فيه توجيه، اللي فيه تعليم، اللي فيه تحذير، اللي فيه تكليف، ايه اللي فيه عقيدة، ايه اللي فيه مثل اعلى احتذي بيه. فابتديت اسمع الايات تخرج من هنا، تيجي في وداني يقول لي الايه دي موجوده هنا عشان انت نفسك تتعلم كذا، عشان ارد عليك بان انا بكلفك بكذا، بانك تشكرني من اجل كذا، بان في امتياز من اجل كذا، ان في مسؤوليه تجاه كذا. فلما بتعود بتبقى عامله زي كان انا حطيت غرفه للرب فيا، انا ابتدي اسمع صوت ربنا.
بعد ما بعمل كده انا خلاص بقى ربنا عنده غرفه بحسب يوحنا 8 قال لهم ان انتوا مش قادرين تسمعوني، يعني كلامي ليس له موضع فيكم، ما فيش روم يسمعوا فيه كلمه يسوع. فبقى في روم عندي من خلال كلمه الله. بقى بعد كده لما الرب يديني احساس جوايا تجاه امر معين افهم الاحساس ده من الرب، فالرب يكلمني في الاحساس، الرب يكلمني باحساس، الرب يكلمني في ضميري، الرب يكلمني في وداني في بعض الاوقات. يعني لما جيت اخرج واسيب شغلي كان في صوت قوي جدا من الرب وكان واضح يوم 16 ابريل سنه 92، سمعت صوت في وداني كنت اول مره في عمري اسمعه، بس ده بعد بروسيس كبير بعد وقت اقرا كتاب واسمع وابتدي في امور معينه الرب يكلم فيها في ضميري، الرب يكلم فيها في صوت العقل، ان الرب يكلم بفكره عكس فكرتي، واقدر اكون بعد شويه بسمع صوت الرب، صوت مسموع في وداني بس ده بياخد وقت بياخد وبرده حته ان انا اسمع صوت يعني مسموع في وداني ممكن اوقات الرب يختار ان هو ما يعملهاش، يعني الرب بيكون له طرق وبيختار الطرق دي. لازم كل الناس يحصل فيهم كده. لكن اجابه حضرتك رائعه جدا، اتمنى انه يعني تكون وصلت للاخ هنري، واذا استسمح حضرتك لو تسمح لي ان انا اضيف حاجه صغيره من خبرتي انا الشخصيه مع الرب احب احكيها للاخ هنري، ربما ان احنا نساعد احبائنا المشاهدين في الاجابه على السؤال ده برضو، انه اي صوت حضرتك بتسمعه هو حاجه من الثلاثه، يا اما هيكون صوت الرب او يا اما هيكون صوت من ابليس او يا اما هيكون صوت ارادتك الشخصيه، وبيكون في علامات تقدر تعرفك الصوت دوت من مين. يعني زي ما جناب القسيس مثلا قال كده ان هو مثلا هيبدا يسيب الخدمه ويبدا يسيب الشغل ويبدا يتفرغ للخدمه، او في لو انا لقيت ان الصوت بتاعي منطقي جدا ممكن تكون ارادتي الشخصيه، ولو لقيت ان الصوت دوت ممكن يكون جاي بعكس كلمه الرب يبقى ده من ابليس، لكن لو مطابق لكلمه الرب ده بالتاكيد من الرب، الرب لا يناقض كلمته ابدا. فاذا ده رجعنا لنفس النقطه الرائعه اللي قالها جناب القسيس ان نمره واحد ارتبط بكتابي، لان اقوى حاجه تاكد لي اذا كان الصوت اللي انا سامعه دلوقتي او احساسي الداخلي اللي جوايا او الفكر اللي جوايا هو من الرب او لا، انه يكون ماتش جدا مع كلمته، لان الرب لا يناقض نفسه. يعني ما ينفعش يكون مثلا الرب بكلمته واضحه جدا انه 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 مثلا ايه انه ما يكونش في طلاق وارجع انا اسال اقول يا رب طب مثلا يحصل واطلق ولا ما اطلقش، في امور واضحه. في حاجه ثانيه برضو دي النقطه الثانيه اللي قالها جناب القسيس اللي هي نقطه انه بعد ما انا بتمسك جدا بالكتاب بدخل على الاحساس الداخلي. ليه كلمه الرب مهمه؟ لان الرب هيكلمني من نفس الكلمه. فانا احب برضو ان انا اقول الحته ديت لان انا في بدايه سماعي لصوت الرب كنت يعني اتشوشرت فيها، كنت بفتكر انه ذهني اللي بيكلمني، لكن لا، ثق ان ده الرب اللي بيكلمك، فلازم يكون في مخزون اصلا في ذهني عشان الرب يرجع يفكرني بالكلمه ديت فيكلمني بيها. يعني مثلا في مره من المرات انا كنت بسال الرب وعمال اقول له يا رب طب اتصرف ازاي في الامر ده، طب يعني انت ليه ما اخدتش موقف، طب انت ليه ما عملتش. لقيت الرب اداني صوت واضح جدا قال لي ايه، قال لي الايه بتاعت موسى ما بالك تصرخ الي قم وشق البحر. عرفت ان الرب بيقول لي انا قايلك اعملي حاجه، فابتديت اراجع ذهني عرفت ان ربي كان قايل لي حاجه وانا ما نفذتهاش. هتلاقي ربي بيستخدم نفس الايات مره تانية معاك، فلازم يكون في الاساس في مخزون عشان يقدر ان هو يستخدمه معاك، ويوم ما يجي يستخدمه معاك طالما هو امر تشجيعي وايجابي يبقى اذا الرب هو اللي بيكلمك في النقطه دي. النقطه الاعمق اللي الجناب القسيس بيتكلم فيها هي حته ان انا بيكون عندي احساس داخلي الامر المميز جدا لصوت الرب واستحاله يحصل تشويش فيه لان ابليس ما يعرفش يزيفه، هو السلام الداخلي، لان الرب هو الوحيد اللي علامته علامه السلام. ابليس ما يعرفش يدي سلام، فتبص تلاقي جواك سلام او عدم سلام تجاه الامر اللي انت عايز تاخده. وانا في كتابين فرقوا معايا جدا احب انصح حضرتك بيهم لو تقدر انك انت تقراهم. الكتاب الاولاني هو القياده بالروح القدس لكاتب اسمه كينيث هيجن الاب، وفي كتاب تاني اسمه كيف تسمع صوت الرب لجويس ماير. الكتابين دول فعلا فرقوا كتير جدا في حياتي، وبقول لحضرتك انه وانت بتقراهم خلي بالك طويل، ممكن تبص تلاقي انه مش كل حاجه في اول قرايه قادرين نفهمها كلها لان الكتب ديت عميقه قوي. مفيش مشكله اقراها مره واثنين وثلاثه، وهتبص تلاقي كل مره النور بينفتح في عينك على حاجه اعمق، وهتاخد امور رائعه واختبارات رائعه من الرب، وهتلاقيه وانت بتقرا بيطبق لك الامر ده باختبار في حياتك، وكانه بيقول لك
انا بعرفك هون اللي انت بتقراه مظبوط، وانه اديك مديني بديك اختبار علشان تعرف ان هو دوت فعلا صوتي وهيعلمك بنفسه. لكن ثق ان الرب بيكلمك. في نقطه برضو ثالثه مهمه كانت تشكيك جوايا، انا كنت دايما اسال عليها ابويا في الايمان، اقول له طب اسمع صوت الرب ازاي وافضل اجاهد، انا عايز اسمع صوته. قال لي نقطه فرقت معايا جدا، قال لي خلي بالك هو اللي مسؤول انه يوصل لك صوته، انما انا كل مسؤوليتي اني انصت. ان صوتي يكون ازاي؟ ان انا اتعلق بكتابي، اقعد قدامه واقعد في خلوتي الشخصيه معاه واقدس ذهني واذاني للرب علشان لما يجي يتكلم اقدر استقبل منه. لو الدنيا فيها شوشره حواليا وبشوف امور ممكن تكون غير مقدسه، هيبقى صعب ذهني يكون مقدس وداني تكون مقدسه والرب صوته هادي ورقيق، هتلاقيني مش قادره اميزه. فارجو ان تكون الامور ديت افادت حضرتك، ومتشكره جدا على سؤالك لان سؤال رائع، وشكرا جناب الاسيس على الاجابه لانها كانت اكتر من رائعه. في سؤال جالنا من الكنترول روم بيقول هل الله يستطيع ان يغير طبيعه شخص؟ طبعا هنا بنتكلم على ان لو الشخص بطبيعته متذمر هل الرب يقدر؟ هو ما فيش حاجه ما اقدرش اقول الرب ما يقدرش، لكن انا دايما اقول الكلام ده في التعليم اللي الرب بيديهوني، ان اصعب عدو ليا مش الشيطان. الترتيب المنطقي في العداوه والترتيب المنطقي في القسوه وفي عدم الاستجابه، رقم واحد انا، رقم اثنين الشيطان. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعطل عمل الله على حياتي اكتر من الشيطان. يعني الشيطان مش يقدر يعمل حاجه، يعني الشيطان مش يقدر يخليني متذمر الا ما انا اديله بنفسي السلاح ده واقول له خد انا متذمر مش عاجبني ربنا، فيبتدي يتحرك معايا. فمهم قوي ابقى فاهم ان مفيش حاجه اسمها ربنا ما يقدرش. ربنا يقدر، بس الفكره في ايه؟ الفكره في ان ربنا ما يقدرش يعمل حاجه انا مش عايزها، لكن يقدر لو انا طلبت. يعني يقدر لو انا بطلب. ازاي؟ يعني الايه اللي هنفكر فيها، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فانا بتذمر من اجل كل الامور دي اللي هي مفروض انها تزاد لي. يعني ايه ادخل الاول مجال الله او ملكوت الله؟ ملكوت الله باختصار نحط نقطتين في بعض كده ونديله تعريف، ان هو المجال الذي يمارس فيه الله سلطان. هيغيرني ربنا فين بقى؟ هيغيرني ربنا وانا تحت سلطان. فراح مثلا شخص محتاج يشفى ومرمي في الارض، فيسأل سؤال، ايهما ايسر ان يقال له مغفور خطاياك ام قم احمل سيرك وامشي؟ فمفروض ان يتقال له مثلا قم احمل سيرك وامشي، لكن ربنا عمل معاه حاجه جميله قوي، انه حطه الاول جوه المجال اللي هو بيمارس فيه سلطانه عشان يقدر يغير فيه، عشان يقدر يشفيه. فربنا بيعمل ايه؟ ربنا في المجال اللي بيمارس فيه سلطانه اللي هو اطلبه اولا ملكوت الله وبره، فانا هدخل الاول تحت المجال اللي هو بيمارس فيه سلطانه. فملكوت الله هو المجال الذي يمارس فيه الله سلطانه. تاني، ايه هو ملكوت الله؟ هو المجال الذي يمارس فيه الله سلطانه. الله عنده مجال بيمارس فيه سلطانه، لو انا جوه المجال ده مفيش حاجه مستحيله على ربنا. زي ايه؟ زي مثلا لو قلنا ان المكان ده كانه مخزن بتاع ربنا، المخزن بتاع ربنا، المخزن بتاع ربنا فيه كل حاجه انا محتاجها، فيه كل حاجه انا متذمر لغيابها. فادخل المجال ده الاول، الله يمارس سلطانه عليا انا جوه المجال، فالرب يديني من سلطانه ليا انا لان انا تحت سلطانه. فلو انا مش تحت سلطان هديني ازاي؟ يعني هو عايز يغير دماغي، طب انا مش تحت سلطان هغيرها ازاي؟ هو عايز يديني الخير اللي انا متذمر بسبب غيابه، طب انا مش في مجاله هيديني ازاي؟ وانا مش عايز اخش عشان اخدها اطلع. يعني ربنا ساعات بيفهم، يعني مش ساعات، ربنا دايما بيفهم انا بعمل ده ليه. كان في مثلا الولد الموجود في البيت متذمر، قال له وجديا لم تعطيني لافرح مع اصدقائي، فمتذمر ان هو ما خدش جدي، ان انا عايز اخدمك سنين هذه عددها وجديا لم تعطيني لافرح مع اصدقائي. يعني هو موجود جوه البيت بس مش شاكر، عنده اتجاه تذمر. ابوه يغيره ازاي؟ ابوه بيكلمه عن الابديه وهو مصر يتكلم عن الامور الارضيه. فهنا في متى 6 حاشا لله ان هو يكون كاتب لنا الاصحاح ده كله عشان يفكرنا بس ان هو هيسد احتياجنا، مش كده خالص. طب اسمح لي جانب الاسيس قبل ما نتعمق اكتر في النقطه دي، معلش. لانه الوقت اوشك على الانتهاء، فانا مضطره ان انا اعتذر لاحبائنا المشاهدين اللي موجودين على التليفونات، معلش انا بعتذر ليكم جدا لانه الوقت خلاص، يعني الحلقه قربت تخلص، وانا عارفه انه صديق البرنامج الاخ ابو مهند معانا على التليفون، انا بعتذر لك جدا، معلش انا اسفه جدا، لكن وعزيز على قلبي قوي انه حضرتك رجعت اتصلت مره ثانيه، وانا بقول لك شكرا انك رجعت اتصلت مره ثانيه، واتمنى اني اسمع منك كمان في الحلقات الجايه. اتفضل جنب الاسيس. فانا عايز اقول ان يعني دخولنا جوه المجال اللي ربنا بيمارس فيه سلطانه هيعمل ايه؟ هيعمل اي تغيير انا محتاج يحصل في حياتي ما ينفعش يحصل وانا على الباب او انا بره الباب،
لكن يحصل وانا جوه في المجال اللي هو بيمارس فيه سلطان، فانا جوه المجال اللي ربنا بيمارس فيه سلطانه اللي هو ملكوت الله. فعشان كده راح قال له ايه، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، ادخلوا الاول المجال اللي هو بيمارس فيه سلطانه، فمن تحت سلطانه يبتدي الرب يدينا كل حاجه. الرب قال له مغفور لك خطاياك، يعني ايه؟ يعني اداله فيزه الملكوت، فيز على الملكوت. فراح مفيز على الملكوت، دخل للملكوت. بعد ما دخل للملكوت راح مداله من سلطانه ما هو تحت سلطانه. ليه؟ لان هو الشخص ده بقى تحت سلطانه. فعايز اقول ان الله يا جماعه عشان خاطر يديني كل ما هو تحت سلطانه لازم الاول اكون انا تحت سلطانه. فعايز اقول هل ممكن ربنا يغير دماغي؟ يغير دماغي. امتى؟ لو انا موجود فعلا تحت ادارته الرب هيعرف ازاي يغير دماغي. امين. طيب زي ما انا قلت يعني معلش وقت الحلقه قرب على الانتهاء، الموضوع جميل جدا وشرح حضرتك رائع، المسحه باينه في كلمات حضرتك، نشكر الرب عليها. لكن حابه اقول لحضرتك لو حابب انك انت تلخص الموضوع في النهايه وهو سلاحي الشكر والتذمر في الحياه الروحيه، تحب تقول ايه في دقيقه او دقيقه ونص للمشاهد؟ عايز اقول عزيزي المشاهد، معظم تذمر الناس موجود عنه، عندي معلومة عن الله أنه قادر. القادر ده مش بيمارس قدرته ليه في اللي أنا طلبته؟ أن الله محب. طب ليه في عمل حاجات معايا أنا مش حاسس أنه هو محب فيها؟ الله صالح، إزاي عمل حاجات مش صالح؟ عايز أقول لك بكل وضوح أن الله بيمارس وبيستخدم قوته جوه إطار مشيئته. فعنده عمر للإنسان، هو ده دي مشيئته، عنده مشيئة في حياتي، فالرب بيمارس قوته في إطار مشيئته، الرب بيمارس محبته فيما هو لخيري. يعني خلي ابنك يطلب منك امور معينه انت فاهم كويس قوي ان هو كطفل مش هيقدر يكون بيتصرف فيها صح، فانت الخير هذا الطفل انت بتستخدم هذه المحبه. كمان الله بيمارس صلاحه لتتميم الخطه الصالحه على حياتي. الله قادر لكن عنده اراده وعنده مشيئه. الله محب لكن عارف ايه هو الخيري. الله صالح وعارف كويس جدا ان هو عنده مشيئه صالحه للكلام ده. فلو بنقول ان الشكر والتذمر جوه الحرب الروحيه هي اسلحه ايجابيه وسلبيه، سلاح ايجابي للنصره وسلاح سلبي بيستخدمه ابليس لهزيمتنا، فانت عزيزي المشاهد عايز اقول لك بكل اختصار وبكل وضوح انت اللي بتحدد حياتك هتكون شكلها ايه. تعال للمجال اللي ربنا بيمارس فيه سلطانه، الله بيمارس سلطانه على كل شيء انت متذمر في ان هو مش موجود. لو بتمارس هذا الـ 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 العلاقه بشكل جيد، انك دخلت تحت اداره ربنا وبتعمل ده كل يوم، كل ما تقعد قدام الرب اكتر هتفهم الرب اكتر، كل ما تفهم الرب اكتر هتحبه اكتر، وكل ما تحب الرب اكتر هتثق فيه اكتر. تاني، تقعد قدام الرب اكتر هتعرف الرب اكتر، لما تعرف الرب اكتر هتحب الرب اكتر، لما تحب الرب اكتر هتثق فيه اكتر، ولما تثق فيه اكتر هيزيد شكرك اكتر وهيقل تذمرك. بكده انت هتكون شخص بتثق في الاله الصالح اللي بيعمل لخيرك، القادر اللي بينفذ مشيئته، المحب اللي بيعمل كل حاجة على أساس إن هو بيحبك. أمين أمين. طيب أنا على قلبي جدا إن أنا أقول لحضرتك من فضلك قدنا في صلاة سريعة لعزيزي المشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي، سواء إذا كان طالب إن هو يحب يميز صوت الرب ويسمعه إن الرب يديه، أو سواء إذا كان عينه انفتحت على أمر إن هو حياته فيها شكوى وتذمر وعايز يترك سلاح التذمر ويتقوى بسلاح الشكر. تفضل. أبونا السماوي بنشكرك من كل القلب، بنشكرك من أجل كل شخص شافنا وكل شخص سمعنا، كل شخص يا رب اتصل بينا، يا رب كل شخص عنده سؤال، يا رب قدنا جميعا يا رب احنا نكون جوه المجال اللي انت عم بتمارس فيه سلطانك والمجال الروحي اللي فيه يا رب احنا اولاد الله، نشعر بان احنا كاولاد ليك لينا حق ان احنا نسالك وانت تجاوبنا، ولينا حق ان احنا نسمعك وانت تسمعنا صوتك من خلال الكلمة الكتابية، من خلال صوت في داخلنا، من خلال صوت في أذهاننا، من خلال صوت في ودننا، من خلال صوت في الظروف وفي الأحداث. يا رب من فضلك ما تسيبش حد فينا بيطلبك إلا يا رب ما تكون بتستجيب لي. بشكرك لأن احنا جميعنا ندخل المجال الذي تمارس فيه سلطانك، نطلب أولا ملكوتك وبرك وهذه كلها تزاد لنا. كل الأمور يا رب اللي بنتذمر بسببها لما نخش المجال اللي انت بتمارس فيه سلطانك ونكون يا رب جوه الملكوت جوه مجالك تحت سلطانك، تعطينا من تحت سلطانك كل ما نسأله. فكل ما نجلس معاك اكتر هنعرفك اكتر، نفهمك اكتر، وكل ما نفهمك اكتر هنحبك اكتر، كل ما نحبك اكتر هنثق فيك اكتر،
وكل ما نثق فيك اكتر كل ما يغيب التذمر ويكتر الشكر اكتر في حياتنا في اسم المسيح. امين امين. شكرا جدا جناب القسيس، كان شرف ليا انه انا استضيف حضرتك النهارده، وشكرا للموضوع الرائع والرساله الرائعه اللي استلمناها من الرب على لسان حضرتك. فانا بشكر حضرتك جدا واتمنى ان يكون في لقاءات تانية قدام. شكرا. عزيزي المشاهد، زي ما شفنا النهارده سلاحي الشكر والتذمر في الحياه الروحيه، رساله الرب ليك النهارده انه بيقول لك كده، بيقول لك تعالى اقعد قدامي، انا بشجعك انك تيجي تقعد قدامي. ليه؟ لانك لما هتقعد قدامي هتفهمني اكتر، لما تفهم شخصيه الرب اكتر تثق فيه اكتر، ولما تثق فيه اكتر هتلاقي نفسك انك انت قلبك بيطلع امتنان بالشكر للرب بدون انك انت تحاول انك تستخدم الشكر وكانه فضيله. وتذكر انك انت لما تتسلح بسلاح الشكر انت داخل حرب روحيه انت اوريدي منتصر فيها. ليه؟ لان الهك العظيم جرد الرياسات والسلاطين، اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. كل اللي عليك انك انت بكامل ارادتك تختار انك تترك سلاح التذمر اللي تابع لمملكه ابليس وتقفل باب تجربه على حياتك، وانك انت تختار انك انت تتسلح بسلاح الشكر من اجل البركات اللي ممكن تكون موجوده على حياتك، ولان الرب يستحق الشكر. وافتكر دايما ان سلاح الشكر ليه مهم؟ لان بيه انت بتسكت عدو منتقم. شكرا جدا اعزائي المشاهدين على المتابعه، وإلى أن ألقاكم في مرة قادمة أترككم في ملء البركة والنعمة في المسيح يسوع. إلى اللقاء. ثبتنا يا إلهي في الكلمة، باركنا أنت يا رب النعمة، اجعل